بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير. وكالعادة لا صوت يعلو فوق صوت كأس الأمم الإفريقية. النهاردة هيكون عندنا حلقة جديدة كالعادة تخص، هنتكلم فيها عن النادي الأهلي وهنتكلم فيها عن كأس الأمم الأفريقية وعن كل هذه الأمور. وهيكون معايا أربعة من الضيوف زي ما حضراتكم عارفين، كل يوم اثنين بيكون معايا هذه الدائرة النصف مستديرة بنتكلم فيها في كل القضايا الخاصة بهذا الأسبوع. وقضية هذا الأسبوع هي قضية المنتخب الوطني. وإذا كنا بنتكلم عن المنتخب الوطني هنتكلم دائما، كل واحد هيقول رأيه وكل حاجة، ولكن في النهاية سيظل هذا البرنامج أحد البرامج المساندة والداعمة لمنتخب مصر. خلال هذه الفترة لا نملك إلا الدعم والمساندة، لأنه 120 مليون مصري ينتظر إن شاء الله يوم الخميس القادم وما سيحدث يوم الخميس القادم من مباراة مصر وغانا. وبالتالي هيكون معايا أربعة من النجوم الكبار اللي هيكونوا متواجدين معنا الحديث عن قضية اليوم أو تعادل منتخبنا الوطني مع موزمبيق وكيفية الاستعداد للمباراة القادمة أمام منتخب غانا. أربعة من الضيوف الكبار هيكونوا موجودين معايا، كابتن محمد حشيش، كابتن عصام، أستاذ عصام شلتوت، أيضا أستاذ أيمن جلبرتو، أستاذ صبري سراج. هنتكلم عن المنتخب وعن تعادل المنتخب أمام موزمبيق. بيني وبينكم هو تعادل مخيب للامال زي ما قلت لحضراتكم امبارح، ولكن خلوني اؤكد على شيء وشيء مهم جدا، ان هو ده وقت الدعم. تختلف او تتفق مع فيتوريا المدير الفني لمنتخبنا الوطني، ولكن تبقى مصلحه مصر، مصلحه المنتخب هي الاساس. انا عارف ان ناس كثيره زعلانه من اداء اللاعبين ومن كل او معظم اللاعبين، يعني باستثناء الشناوي ومصطفى محمد كل الناس زعلانه من كل اللاعبين اللي باقيين، ومن حق الناس تنتقد وتتكلم عن السلبيات. واحنا هنا امبارح في هذا البرنامج اتكلمنا عن السلبيات، سواء مع كابتن مختار، مع كابتن رضا، مع احمد ثابت، مع كريم سعيد، كلنا اتكلمنا عن السلبيات. انا كمان اتكلمت عن السلبيات الخاصه بمباراه امبارح، ولكن لازم نقفل هذا الملف، لازم كلنا ندعم المنتخب ونبدأ مرحلة التركيز للي جاي. انتقد وقول ان انت عندك مشاكل او منتخبنا عنده مشاكل في الناحية الفلانية او كذا او من النواحي الفنية زي ما انت عايز، ولكن بلاش انتقادات لازعة، لانه مش وقتها دلوقتي. المشوار لسه طويل، عندنا مباراة يوم الخميس القادم، فرصة التأهل ما تزال قائمة. يمكن فوز الراس الاخضر امبارح على غانا بهدفين مقابل هدف قلب الامور، بيني وبين حضراتكم قلب الامور راسا على عقد. المنتخب بالراس الاخضر كابفيردي اعتلى صداره هذه المجموعه، مجموعه فيها مصر ومنتخب مصر ومنتخب غانا ومنتخب موزمبيق. تخيل مصر وغانا والراس الاخضر تبقى اول المجموعه بعد المباراه الاولى، بعد المباراه الاولى. عندنا مباراه يوم الخميس في غايه القوه والصعوبه. على الجانب الآخر منتخب موزمبيق سيواجه الرأس الأخضر في مباراة صعبة برضو. كلنا متوقعين أن الجهاز الفني للمنتخب هيعمل بعض التعديلات. إذا كنت بتتكلم عن تعديلات فخلينا أتكلم معاكم بشكل مباشر. التعديلات الرئيسية اللي هتحدث، هتحدث في خط الدفاع وفي خط الوسط، يعني بدون أدنى كلام مع أي حد. اللي هيحصل انه هيغير واحد، قد يبقوا اتنين في خط الدفاع وواحد او اتنين كمان في خط الوسط، يعني ممكن من تلات لاربع تغييرات في الفرقه. وده ما فيهوش اي مشكله، لانه هو نفسه قال هذا الكلام. فيتوريا لما جه يتكلم قال لك انا بعد كده ابتداء من المباراه القادمه اللاعب الاجهز بدنيا هو اللي هلاعبه. طب انت ما كنتش بتلعب اللاعب الاجهز بدنيا ليه في المباراه الاولى؟ أنا بصراحة برضو تابعت خلال الساعات اللي فاتت انتقادات لازعة للاعبين، وانتقادات قوية جدا لمحمد صلاح، واتهامات غريبة جدا بالتخاذل لهذا النجم الكبير اللي هو أصلا بالمناسبة محمد صلاح عشان بلده وعشان نفسه
نفسه يتوج، اكتر واحد نفسه يتوج بهذا اللقب ويعمل تاريخ وانجاز كبير جدا جدا محدش هيوصل له، يضاف لتاريخ محمد صلاح. يبقى ازاي صلاح هيتخاذل يا جماعه؟ الكلام ده ما يصحش، الكلام ده انا بشوفه كلام. اذا كنت عايز تسخن محمد صلاح فده من حقك، عايز تسخن بقيه اللاعبين من حقك، ولكن ان هي تصل لمرحلة ان انت تقول ان او بعض من جمهور يقول ان هناك تخاذل من لعيبة المنتخب، هيتخاذلوا ليه يا جماعة؟ كل الجماهير المصرية بمختلف انتماءاتها تقف خلف منتخبنا الوطني، هذا المنتخب الذي يحتاج الى الدعم والمساندة. ليه نبرة الحزن والتشاؤم؟ بننتقد وبنقول ان ده غلط وده غلط وده غلط وكان يجب ان يحصل كذا وان ده يلعب وده ما يلعبش، ولكن في النهاية كلنا ورا منتخبنا. والله العظيم ثلاثة، احنا عندنا منتخب قوي جدا، عندنا لعيبة يا جماعة، احنا عندنا محمد صلاح ده واحد من افضل ثلاث او اربع لعيبة في العالم، في العالم مش في مصر ولا في افريقيا. المباراة اللي فاتت ممكن يكون لسه ما خدش على الاجواء، والكلام ده بالمناسبة قاله أليو سيسي المدير الفني لمنتخب السنغال بعد ما كسب 3-0 النهاردة ولا 3-1. وانا اتكلمت مع حضراتكم في الامر ده في اول الحلقه امبارح، وقلت لحضراتكم صدقوني ان اللعب في كوت ديفوار ساعات يعني ثلاث بلاد، خلي بال حضراتكم ثلاث بلاد بيبقوا صعبين جدا في المناخ بتاعهم مهما رحت لعبت هناك 100 مره. ثلاث بلاد دول اولهم اثيوبيا، ثانيهم كينيا، ثالثهم ساحل العاج. الكلام اللي انا بقوله لحضراتكم ده بناء على تجارب، الكلام ده انا قلته امبارح وبقوله تاني النهارده. أليو سيسي قال الكلام ده النهارده، المدير الفني لمنتخب السنغال قال كده، قال الاجواء واحنا مش واخدين على هذه الاجواء والكلام ده كله، وليست هذه مبررات، ولكن الانتقادات اللاذعه اللي الواحد بيشوفها يا جماعه كبيره جدا جدا. عندنا ماتش يوم الخميس لازم كلنا نبقى في ظهر منتخبنا. طيب خلينا نروح للنجم الكبير كابتن طارق سليمان مدرب حراس مرمى المقاولين العرب. كابتن طارق ازيك يا كابتن؟ الو كابتن، ازيك؟ ازيك يا كابتننا، اخبارك ايه يا حبيبي؟ تمام والله الحمد لله، انت عامل ايه؟ عامل ايه، كله كويس؟ والله الحمد لله كابتن. اولا كابتن، طبعا كلنا عارفين وكلنا يعني عندنا يقين ان منتخبنا امبارح لم يؤدي مباراه جيده، ولكن هل حضرتك، طبعا تابعت وبتتابع انا عارف، هل حضرتك مع هذه الانتقادات اللاذعه والقويه جدا ضد لعيبه منتخبنا، ولا مع انه ننتقد ونقول ان الاداء الفني لم يكن جيد ثم نساند وندعم خلال اليومين ثلاثه اللي جايين لانه لسه البطوله بدري؟ بص يا كابتن، انا دايما لما بتكلم او حتى وانا معاك دلوقتي، احنا هنحلل بالظبط، انا بحب قوي نحلل المباراه ونشوف الاخطاء كانت ايه، الاخطاء اللي كانت موجوده ونحاول نعالجها المباراه اللي جايه. نعم. انما موضوع يبقى فيه يعني اوقات بيبقى فيه سخريه، اوقات بيبقى فيه تهكم، اوقات بيبقى فيه انتقادات، يعني ايه بالعكس بتيجي بنتيجه عكسيه. بالعكس انا عايز ابقى مشارك وابقى داعم قوي جدا للمنتخب وللعيبه والحراس المرمى وللجهاد، انما بدون ما يبقى فيه يعني ما احنا اكيد المباراه بيبقى لها تحليل فني، ولما بنيجي نتكلم على الاهداف بنقول واحد واثنين وثلاثه وكان الصح يتعمل كذا، بس بدون ما يبقى فيه تجريح، بدون ما يبقى فيه انتقاد ياثر على احنا عندنا لسه احنا لو حضرتك فاكر البطوله الاخيره، اخر بطوله امام نيجيريا اتغلبنا 1-0، احنا اتغلبنا 1-0 من نيجيريا صحيح. وبعد كده احنا كسبنا الماتشين اللي بعد كده، وصلنا نهائي وقدمنا بطوله ممتازه وما كسبناش بضربات الجزاء صحيح. طبعا يعني معنى ان انت لا، انت عندك منتخب قوي زي ما كنت حضرتك بتقول دلوقتي، عندنا منتخب قوي، عندنا لعيبه كتير، لعيبه كويسه جدا ولعيبه كتير محترفه، عندنا محمد صلاح بينافس كل سنه على من افضل لعيبه في العالم. لا بالعكس، انا شايف ان احنا نبقى مساندين ونبقى داعمين للمنتخب وداعمين للعيبه بتاعتنا، وعندنا يعني عندنا لعيبه كمان يعني غير محمد صلاح، عندنا لعيبه بتلعب في دلوقتي زي النني وزي مصطفى محمد وزي لعيبه كتير. اتمنى يبقى في مسانده، يبقى في تحليل فني للمباراه والاخطاء اللي حصلت في المباراه من اللعيبه والتغييرات اللي تمت وكل حاجه، بس بدون في انتقادات تاثر على اللي جاي، ده الاهم يعني. بالظبط، لان التحليل الفني بيقبل الكويس وبيقبل الوحش. يعني لو سالت حضرتك تحليلك الفني لمباراه غانا، انا اسف لمباراه موزمبيق، معلش انا كلنا مسيطر علينا مباراه غانا يوم الخميس، لكن تحليلك الفني
لمباراة موزمبيق وهذا التعادل الغريب لمنتخب مصر؟ بص يا كابتن اسلام، يعني انا يعني نتيجه المباراه يعني احنا جبنا جول في اول دقيقتين في اول ثلاث دقائق. نعم. الطبيعي بعد ما تجيب هدف في فرقه في منتخب انا شايفه ما كانش يعني منتخب بيلعب كوره ومنتخب بس منتخب سهل ان انت تقدر لو شويه اصرار وعزيمه شويه يبقى في رغبه في ان انا اجيب الجول الثاني. دي اهم حاجه صح. بص دي المشكله ان انت ما كانش ما فيش اصرار ورغبه. اللعب بدانا نلعب كوره، عارف انت بتلعب كوره بس عايز يعني بس على استحياء عايز تروح تجيب جول. لا صح، زي ما انت بدات وعايز تجيب جول في اول دقيقه وجبت جول كنت تقدر تجيب الثاني وتقدر تجيب الثالث. هي دي المشكله على فكره، دي بس هي دي المشكله اللي خلت موزمبيق جابوا جول في الشوط الثاني. خد بالك الشوط الاول كان ممكن يجيبوا جول في واحده لرين شاطها بشماله على شمال الشناوي في الضيقه، كان ممكن تبقى هدف، كان ممكن تبقى تعادل الشوط الاول. صح. التعادل ده ما جاش، يبقى ده جرس انذار. تجرب انذار لينا ان احنا لازم نعوض، لازم نجيب جول كمان عشان تبقى اثنين، ونجيب جول كمان تقتل المباراه تبقى ثلاثه. وخد بالك بتعمل احباط للعيبه، لعيبه الموزمبيق، انما انت عشان تدخلهم معاك المباراه وتيجي الشوط الثاني تبدا المباراه وهم جايبين جول وفي لحظه وجايبين الثاني اتعبت عليك انت. صح. بقيت انت اللي بتدور على التعادل لحد ما ربنا اكرمنا بضرب الجزاء وتعادلنا بيها في الاخر. فانت اللي بتجري عشان تدور على التعادل. بص الكوره انا دايما بقول يا كابتن اسلام، الكوره التاريخ تتكلم فيه زي ما انت عايز قبل 90 دقيقه. هتقول يعني لما تيجي تتكلم على التاريخ بين موزمبيق ومنتخب مصر مفيش، ما ينفعش اصلا، ما في اصلا ما ينفعش تتكلم في تاريخ. صح. يعني بلد في حته وبقى يعني منتخب في مكان وزاره في مكان ثاني خالص، بس ال 90 دقيقه ما فيش فيهم تاريخ. مظبوط. 90 دقيقه داخل الملعب فيهم اداء، فيهم تركيز، فيهم اصرار، فيهم عزيمه، فيهم اخلاص، في حاجات كتير قوي، في شغل من اللعيبه، في شغل من الجهاز الفني عشان نحسم المباراه، لان المباراه دي كانت تريحنا كتير. صحيح. ما على نفسنا، انما احنا كلعيبه وكمنتخب وكجهاز نقدر نكسب نقدر نكسب. الراس الاخضر بيكسب غانا 2-1 وعامل مباراه كويسه، احنا نقدر نكسب غانا، نقدر نكسب غانا طبعا. ان شاء الله باذن الله باللعيبه باصرار اللعيبه، انا متاكد ان احنا هنعمل مباراه كبيره يوم الخميس، وان شاء الله نبارك يعني نبقى نبارك لبعضنا ان شاء الله. كابتن طارق، الناس كلها لما تيجي تسال اي حد فني في مباراه امبارح بيقول لك اولا طبعا انا مش مصدق وكل حاجه، ولكن بيعيد الاخطاء كلها او الخطا الاكبر على روي فيتوريا، ان هو مش عايز اقول بيجامل، ولكن هو وجهه نظره مختلفه عن عدد كبير جدا جدا من اللي شايف الصح، انه يجب ان يكون هناك تغييرات في وسط الملعب، ويجب ان يكون هناك تغييرات في خط الدفاع بدايه من المباراه القادمه، يعني ما يستناش بين الشوطين ويغير، او يستنى في الشوط الثاني ويغير، لا، لازم يبدا بتشكيل مختلف عن اللي بدا فيه في المباراه اللي فاتت. بص يا كابتن، خلينا نتفق على نقطة مهمة قوي، كل اللي بيحلل بعد النتيجة. صح. وده تحليل، وده تحليل، أنا بعتبر كل الناس بتحلل بعد النتيجة دي، يبقى ده مش تحليل تماما، ده أنت بتحلل بس عشان النتيجة بقت 2-2. إنما إحنا قلنا إن إحنا كنا نقدر نفس اللعيبة في الملعب اللي بدأت المباراة تقدر تجيب الجول الثاني والثالث تخلص المباراة، ما كانش حد هيقول أبدا إن ما كانش يبقى موجود في الملعب، ما حدش كان يقول أصل حجازي ما كانش يبقى موجود في الملعب ويبقى موجود ياسر إبراهيم. او موجود مثلا مروان مكان النني. الكلام ده كله ما كانش هيتقال. انما هي كل الناس بتتكلم ليه دلوقتي؟ عشان النتيجه 2-2. طب انت بقى عايز تقول التحليل ده قبل المباراه، تقول لا كان المفروض المنتخب يلعب، عمرك ما هتقول كده. لان التشكيل انا شايفه تشكيل كويس. التشكيل كان بادئ تشكيل كويس، وكان نقدر نجيب جون واثنين وثلاثه في الشوط الاول نقدر. احنا اللي استهتلنا المباراه بعد ما جبنا الجول الاول. هي دي المشكله. يعني نمره واحد بالنسبه لك في المباراه السابقه الاستهتار ده اولا، ثانيا ان مفيش روح وعزيمه. بص مش عايز اقول مفيش روح، في روح يا كابتن اسلام، بس مفيش رغبه في ان انا اجيب الثاني. يعني في روح، يعني انا مش عايز اقول ان اللعيبه ما عندهاش روح، لا في روح، بس انا الرغبه بعد ما جبنا الجول الاول خلاص الرغبه دي قلت كتير. الرغبه دي مهمه قوي. يعني يا ريتنا ما جبنا الجول الاول مثلا. طبعا. صدقني ما كانش بقى فيه، لا الرغبه تفضل موجوده، الرغبه موجوده، وان انا العب يبقى فيه. بص الريتم بطيء قوي، الريتم بطيء، من بقى كان بطيء عشان انا مطمن. صح صح، عشان انا الريتم بقى في نقل كتير ملوش لازمه. اوكي. نقل بعرضي، نقل خلف للناس اللي في خط الظهر، انقل كتير، بقى في الرغبه هنا بقت معدومه. انا جيت تقول خلاص لا يا جماعه الكوره مش كده، عايزين نغير المفهوم ده، وعايزين نغير الفكر ده للعيبه عندنا. انا بصراحه لا انا بزعل قوي لما يبقى احنا جايبين نقدر نجيب الثاني والثالث ونقتل المباراه وما بنعملش كده.
ما بنشوفش الكلام ده بره، بيداس علينا لما بيجي فينا جول، لا ممكن فرقه تجيب الثاني والثالث ويداس علينا. طب ما احنا عايزين نعمل كده في الفرق، في المنتخبات او في الفرق. صحيح. ما نستناش بقى ان الفرقه يجي لها كوره عشوائيه تيجي جول تخش المباراه وتتعبنا كده زي بقى موزمبيق تعبتنا. صح. كابتن طارق، برضو بعد مشاهدتنا للمباراه الاولى، بعد مشاهدتنا للمباراه الاولى، هل انت لو انت المدير الفني هتبدا بنفس التشكيل اللي بدا المباراه الاولى امام موزمبيق؟ بص يا كابتن، زي ما بقول لك في تفاصيل كتير احنا ما بنعرفهاش لان احنا مش موجودين مع البعثه في كوت ديفوار. نعم. ساعه العاج في تفاصيل كتير موجوده مع بالنسبه للجهاز، هم ادرى من ادرى منا بكتير جدا جدا حقيقي احنا بره. صح صح. انما طبعا في تفاصيل كتير بيبقى اللي عارفها دايما الراجل اللي موجود جوه. ولكن هناك اجماع يا كابتن طارق. يعني انا دايما حتى بقول هذه الكلمه ان يا جماعه المدير الفني هو الاقرب للعيبه وهو اللي شايف، وحضرتك دايما بتقول هذا الكلام، ولكن في النهايه هناك اجماع على امر. يعني انا حتى لما قلت لك بشكل عام انت قلت لي انت خصصت، انت قلت لي كذا وكذا لازم يبقوا، ما كناش هنقول ان هم ما يلعبوش. مروان وياسر بنتكلم على مروان وياسر، لكن ده هناك اجماع في هذا الامر الان يا كابتن طارق من كل الجمهور المصري، مش بتكلم على خبراء معينين. بص في النهايه زي ما بقول لك ياسر ابراهيم قدم اداء ممتاز مع النادي الاهلي في الفتره الاخيره، اداء رائع. وانا اسف يا كابتن طارق، معلش لازم اقول النقطه دي، ان احنا مش بنقول ياسر ومروان عشان احنا في قناه الاهلي. لا والله 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 يا كابتن، معلش لازم اقول كده كل شويه، معلش انا اسف. بالله انا وانا بتكلم انا ولا شايف اهلي ولا شايف زمالك ولا انا شايف انتماء واحد بس، انتماء منتخب مصر بلدي منتخب. صح والله، ما ولا كان في دماغي خالص وانا بتكلم نهائي ان انا بنتمي النادي. فقلت الاثنين دول بالذات عشان الناس كتير قوي قوي اتكلمت عن على صح نني، واتكلمت على حجازي. طب اذا كان هناك اجماع في هذه، خلينا نتكلم عن نني وحجازي، اذا كان هناك اجماع في هذه النقطه، فهل ده يودينا ان احنا نغير كمدير فني ولا هو الاقرب برضه؟ هو الاقرب. بص اوكي، بص اللي اشتغل في الكوره واللي اشتغل في التدريب شاف كتير. صح. بيبقى دايما بص بيبقى دايما يعني يقول لا في مدير فني مسؤول، في مدير فني موجود، هو اللي هو الادرى بالتفاصيل، هو الادرى هو اللي عنده الكواليس كلها. فانا من بره ببقى داعم قوي للجهاز الفني، وحتى لو في بعض الامور اللي بنتكلم بقى في تحليل فني للاخطاء اللي تمت اثناء المباراه. اوكي. انما في النهايه طبعا بيبقى له كل الحق ان هو يختار تشكيله، يختار لعيبته اللي جوه ال 18، يختار التغييرات بتاعته، لان هو في الاخر هو اللي بيتحاسب. صح. موضوع انه يجامل يا كابتن اسلام، ما اعتقدش ان مدير فني اجنبي غريبه جدا، ما هو برضه كلام غريب. يعني انا مدير فني هجامل لعيبه على حساب مين؟ على حساب نفسي يعني. طب بالنسبه لي كلام غريب. انا حتى انا مش مصري، الى مدرب اجنبي جاي ومدرب كبير واسم كبير. صحيح. موضوع ان انا جامل دي يا كابتن اسلام، لا دي ناس بتهرج. يعني الكلام ده غير صحيح، والكلام ده ما اعتقدش ان في حد عاقل يقول ان الراجل ده ممكن يجامل. مظبوط. حتى مظبوط. او حساب منتخب مصر، هو شايف ان هو المجموعه دي هي الاقرب، حتى لو على سبيل الثقه يا كابتن طارق، ويمكن انت ادرى مني في هذا الكلام لانه انت عاصرت مدربين كتير سواء في النادي الاهلي او بره النادي الاهلي، فساعات المدرب بيبقى انا كنت موجود في اول مباراه في رتبت البطوله اللي فاتت لما الحظر جاله كورونا. وحضرت شويه كده مع كيروش مباراه نيجيريا اللي خسرناها. وشفت قد ايه يعني احترافيه في التعامل مع الاجانب. انا اشتغلت كتير في النادي الاهلي مع اجانب، وحتى لما سافرنا الاسبوع اللي انا سافرته وقعدت اسبوع في كانت البطوله في الكاميرون. فشفنا قد ايه الاجانب دول يا كابتن اسلام ما بيعرفوش، ما فيهاش تهريج يعني، ما فيش انتماءات ليهم خالص. صح. الاجنبي ده اجنبي عايز ينجح، هو ما بيحبش غير نفسه بس، عايز ينجح. فينجح بقى باسلام، ينجح بالكابتن اسلام، ينجح بالكابتن تيم بصوت بعين في النهايه، هو عايز ينجح. صح. بس احنا بنشوفه دايما من الاجانب، وفي النادي الاهلي اشتغلنا مع اجانب كتير. صحيح الكلام. فهو عمره لن ينظر ابدا الى اسماء اللاعبين، ولكن سينظر لاسمه هو قبل اي شيء. يعني مش هقول لك كمان مثلا ان هو بينتمي لمصر ولا لا، لا لا طبعا، احنا رجل عايز يشوف شغله بشكل احترافي. وبالتالي لو حبينا نروح للشناوي بقى في هذه المباراه يا كابتن طارق، شايفه ازاي؟ محمد الشناوي طبعا. بص يعني انا برضو الهدفين اللي دخلوا في الشناوي، يعني هدفين برضو، يعني مش معنى هو الشناوي بيشيل صعب دايما. صحيح. حاجات صعبه قوي، بيوسع الفارق دايما مع المنتخب او مع النادي الاهلي. وشفنا ماتشات كتير قوي اكل الشناوي عامل الكلام ده. بس مش عايزين لما الراجل لما يدخل في جول انفراد، ما ينفعش يعني بصراحه برضو الواحد بيشوف حاجات غريبه جدا يا كابتن. الراجل داخل من وسط اثنين بعد من وسط اثنين، وخد الكره ودخل وانفرد بالشناوي وحطها يعني ركنها على يعني بهدوء.
ففجأة يعني يبقى في لوم للشناوي. الشناوي طبعا بيصنع الفرق وبيصد حاجات صعبه، بس لما بيصد حاجات صعبه دي ما ينفعش ان انا الومه يعني. صح، فاهمني يا كابتن اسلام؟ يعني انا فاهم وجهه نظرك طبعا. فالهدفين طبعا يعني لما بتتكلم طبعا بنتكلم في نسب، دايما بنتكلم في نسب. طب لو كان عمل واحد واثنين وثلاثة كان ممكن يشيل، ممكن يشيل، انما جون الهدفين يبقى خطأين من الشناوي لا. يعني ان انا الوم الشناوي في الهدفين ويسال عنهم مسؤوليه كامله لا، انما المسؤوليه دايما يا كابتن اسلام بتبقى 100%. طب تتوزع ازاي بقى؟ تتوزع بنسب. صحيح، توزع بنسب. فالنسب هنا يعني الهدف الاول للشناوي متمركز كويس، ممكن يكون في بقى سن البطء في التعامل مع الكوره، سواء في الاستجابه الذهنيه او في الاداء الحركي كان في سن البطء شويه، انما ما اقدرش الومه في الهدف. هدف الراجل حطها بدماغه وراحه قويه وخلي بالك الكوره جايه جامده، الاوفر جاي جامد. لا الاوفر ملعوب جامد، عشان كده لما جت في دماغه راحت جامده. يعني الاوفر لما يبقى جاي جامد انت مجرد بتوجه بس دماغك بتروح طلقه. صح، فهتكون راحه جامده. صح، انما زي ما قلت لك الشناوي متمركز كويس يعني اتعامل معاها، وكان في سن البطء شويه في الاستجابه الذهنيه، وده طبعا لها علاقه بالجهاز العصبي ثم طبعا الجهاز العضلي، الاداء الحركي في بطء شويه، انما ما اقدرش الومه في الهدف ده ولا الهدف الثاني. الراجل راح انفراد ما وصلش ما كملش للشناوي، الراجل ركنها من بعيد. ركنها من بعيد شويه على شمال الشناوي، الشناوي ممكن يبقى مال شويه ممكن يحطها له على يمينه، انما في النهايه ما اقدرش الوم الشناوي في الهدفين يعني. انما لما بنحلل الفني لازم نتكلم، يبقى انا اتكلم فني واتكلم بما يرضي الله، ويبقى انا عندي مصداقيه مع الناس، لان انا وانا بتكلم الكلام اللي بقوله ده هقوله على الشناوي، هقوله على اي حارس مرمى واقف، هقوله حتى لو حارس مرمى طبعا طبعا. وخلي بالك ما انت قلت برضو ان هو او شال واحده كويسه جدا، شال واحده في الشوط الاولاني طبعا. واحده في الشوط الاولاني ممكن تبقى هدف، فالتحليل الفني ملوش علاقه تماما انما انا بقول لك ان الثاني الشناوي ان انا احمله الهدفين لا، صعب جدا يتحمل الهدفين يعني، انما في نسب بتتوزع على كل الناس اللي موجوده من اول بقى ال 11 لعيب يعني. لما بنيجي نوزع النسب طبعا بيبقى فيه النسب طبعا في النهايه الجول بيخش في حارس المرمى، بيبقى هو في اخر واحد واقف في المرمى خلاص. صحيح، النسبه بتبقى اعلى شويه، بس برضه الشناوي لما بيشيل حاجات صعبه زي ما بياخد دي بياخد دي. فالشناوي دايما بسمع الفريق مع المنتخب ومع النادي الاهلي، ان شاء الله باذن الله في الماتشين اللي جايين برضه المنتخب ان شاء الله يأدي ونكسب، وان شاء الله نكمل البطوله بشكل كويس ان شاء الله. طيب كابتن طارق، لغايه دلوقتي شايف الحراس في البطوله ازاي؟ يعني في المباريات اللي اتلعبت. بص احنا بص يا كابتن اسلام، لسه البطوله طبعا يعني ما بينتش طبعا كل الحراس، عندنا حراس كبار جدا جدا وعاملين انجازات. ونانا مع 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 الكاميرون كان لسه ما لعبش، هو لسه كان بيلعب هو لسه وصل امبارح اصله. ما لعبش لسه، بقول لك على الحراس الممتازين يعني في البطوله. بيلعب مع توتنهام. عندنا طبعا عندنا حارس مرمى ياسين بونو المغرب واخد رابع عالم، عندنا ادوارد مندي مع السنغال، عندنا حراس كتير، عندنا ريتشارد، عندنا حراس كتير جدا جدا موجودين. فهيبقى في منافسه، ريتشارد بتاع غانا هنلعبه الماتش الجاي ان شاء الله باذن الله. عندنا حراس كتير موجودين في البطوله، انما لحد دلوقتي ما نقدرش نقول في علي كيتا. ما تقدرش تحكم. لا لسه ما نقدرش نقول مين اللي هيبقى يعني، انما في النهايه هيبقى الشناوي مع اونانا مع ادوارد مندي مع حارس الخمسه سته اللي دايما اللي بيدور عليهم الكلام الكبيره. هم طبعا اللي هيبقوا دايما في الصوره يعني. فاتمنى ان شاء الله التوفيق للشناوي في اللي جاي ان شاء الله. في كوت ديفوار طبعا يحف وانا ده حارس كويس. طيب حارس عنده قدرات يعني. انا بشكرك جدا يا كابتن طارق على كل هذه المعلومات، النجم الكبير كابتن طارق سليمان مدرب حراس مرمى نادي المقاولين العرب. شكرا جزيلا كابتن طارق. طيب ومن كابتن طارق سليمان نروح لاحد النجوم الكبار ايضا في عالم التدريب وفي عالم كره القدم المصريه والنادي الاهلي، النجم الكبير كابتن احمد كشري. كشري ازيك يا حبيبي؟ حبيبي يا كابتن اسلام، حبيبي اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. نجم الحمد لله، ربنا يخليك يا حبيبي. لسه كنت بتكلم مع كابتن طارق سليمان عن هذا الامر، اولا رؤيتك الفنيه وتحليلك الفني لمباراه موزمبيق وكيفيه الاستعداد لمباراه غانا ده اولا، وثانيا هل المدير الفني من الممكن ان يجامل على حساب نفسه خصوصا لو كان اجنبي؟ اولا خلينا نقول مباراه موزمبيق طبعا يعني المستوى ما كانش كويس للفريق المصري حقيقي. كان الاداء مش المرضي للجماهير والامكانيات مصر بالنسبه لموزمبيق،
الاداء يعني كان في هدوء زياده عن اللزوم او تراخي في مع فريق كان ممكن انت تخلص الجيم معاه في بدايه المباراه، خاصه انت احرزت هدف بدري كنت تقدر تعزز الهدف ده، ولكن اللي واضح في المباراه ان مفيش شكل للمنتخب. يعني طريقه اللعب انا وجهه نظري شايف ان محمد صلاح لازم يلعب في المكان بتاعه اللي هو بيلعب فيه في ليفربول، تحس ان الدنيا ملخبطه صح، كله قافل يعني على كله. وبرضه انا عايز اقول لك حاجه، يعني تحس ان ايه يعني مستر فيتوريا يعني ايه معلش يعني دخل صلاح في مكان هو ما بيلعبش في المكان ده في ليفربول، لما بيجي يدخلوه جوه الملعب بيدخله كفيرود، بيدخله فيرود صريح صح، برافو عليك. لكن انت ملاعبه تحت الفيرود يعني ملاعبه شاد ستراكر اللي هو بنقول عليها 9.5 اللي هو يعتبر فيرود، ولا هو منه صانع العاب ولا هو فيرود صريح. لكن صلاح من نوعيه اللعيبه، طبعا لعيب كبير ولعيب عالمي، لكن من نوعيه اللعيبه اللي بيحب يستلم وهو كاشف الملعب، بيستلم وهو على الجنب فكاشف الملعب كله، لكن لما تيجي تحطه تحت الفيرود هيبقى عايز يستلم والمدافعين في ظهره. فصلاح من نوعيه اللعيبه اللي بتكش شويه في الالتحامات، فمش هتلاقيه يستلم الكره كتير ويلعبك كتير. فبالتالي حتى وضح ده الكلام ده في بدايه المباراه، كان المفروض المدرب يوديه مكانه ويخلي زيزو هو اللي يلعب في المكان ده، لكن لقينا ان هو مستمر عليه. فطبعا يعني اداء يعني غير مرضي، ويعني كلنا زعلانين ان فقدنا نقطتين، بجانب ان يعني ما ظهرش شكل المنتخب هجومي بطريقه معينه، اذا كنت بتشتغل من ناحيه من على الاطراف الجناب بتاعتك او من العمق او من الكور الثابته او لا، يعني تحس ان احنا كاننا اتجمعنا في المباراه دي. فطبعا مباراه وجهه نظر النسيان طبعا لمنتخب مصر، لكن انت حطيت نفسك في موقف صعب، خاصه كمان غانا خسرت من راس الاخضر اللي بقى عنده حظوظ كبيره ان هو يكسب مباراه من الاثنين، وخاصه ممكن يطمع في موزمبيق، فبقيت انت اللي في القصه ما بين قوسين او ادنى انك تخرج انت وغانا. فالمباراه الجايه ضروري فيها المكسب عشان تضمن ان انت تكمل في البطوله. فبالتالي طبعا مباراه لا يعني اداره ما كانتش على المستوى، واللعيبه ما كانوش في الحدث، وبجانب ان في لعيبه بتلعب زي ان مثلا لعيب كبير ونجم كبير، لكن واضح ان هو مش جاهز. يعني انا من بدايه المباراه ببص على اللعيبه بنظره المدرب، فلقيت ان يعني بيجري بي يعني تحس انه تعبان، يعني لسه ما دخلش فورمه مباريات انه يلعب مباريات بالكامل. فبالتالي ما كانش عندك نص ملعب، ما كانش عندك هجوم من على الباكين الطرف، ما كانش عندك اطراف هجوميه جناحات مميزه. وصل ان احنا يعني ونقول في الاخر الحمد لله ان احنا تعادلنا، ان احنا كنا ممكن نخسر. السؤال الثاني يا كابتن اسلام، هل من الممكن ان يجامل المدير الفني على حساب اسمه؟ خصوصا لو كان اجنبي لا يعني؟ لا طبعا، على مستوى المنتخبات والانديه الكبيره لا، المدرب اللي يعمل كده يبقى يعني طبعا لا يمكن يعني يكون على المستوى ده ان هو يجامل. وهيجامل مين؟ مين اللعيبه اللي ممكن يجاملها؟ لكن ما انا مش هضحك عليك، يعني ايه؟ اتفضل. في الاختيارات ما عجبتنيش، يعني اختيارات لا ما هو خلي بال حضرتك يا كابتن كشري، الاختيارات دي انا ممكن اختار اكس وحضرتك تختار واي، انا بالنسبه لي واي وحش وانت بالنسبه لك اكس وحش. لا يعني اختياري انا وحش. اختيار اللعيبه ان اللعيبه سيئين، لا اللعيبه كويسه، ولكن يعني لما بتيجي تختار في خط الظهر مثلا لعيبه بتختار من الافضل، يعني صح. الكلام ده مش بنقوله عشان احنا من النادي الاهلي، لا دي حقيقه. يعني ياسر ابراهيم لا خلاف عليه ان هو كان لازم يكون من الاعمده الرئيسيه في المنتخب. نعم. فانت خدت ثلاث مدافعين، الثلاث سيرد باكات بتوع بيراميدز. يعني وطبعا نادي بيراميدز نادي محترم وعنده لعيبه مميزه طبعا، لكن طبعاً. لكن على المستوى الدفاعي هو عنده مشاكل. فبالتالي مش افضل خط عنده خط الظهر. انت خدت الثلاث مدافعين اللي في القلب، في حين اللي بيلعب على اعلى مستويات واللي مستواه ثابت واحد زي ياسر ابراهيم كنتش واخده. بالظبط، ما خدتوش. فدي كانت يعني، وطبعا في الاول والاخر هو صاحب القرار وهو اللي هيسال، زي ما انت قلت المدرب هو اللي بيختار وهو اللي عنده قناعات وهيتحاسب على النتائج. فطبعا لكن حته مجامله لعيبه يعني ما اعتقدش في مدرب ممكن يعمل كده، اللي بيعمل كده بيبقى مدرب يعني ما اعتقدش، يعني انا ما شفتهاش او ما حسيتهاش ان ممكن الواحد ممكن يجامل. هيجامل لصالح مين؟ صحيح، لصالح انت ماسك منتخب كمان، يعني انت في اعلام غير طبيعي في مصر، اعلام قوي ماسك بلد كبيره. فصعب جدا ان انت تحط نفسك في الموقف ده. لا انا اشك ان في مدرب ممكن يجامل على حساب
مصلحته. طيب. هو رقم واحد. ده كويس جدا. السؤال اللي جاي من رؤيتك للمباريات حتى الان، يعني اديك شايف الجزائر الشوط الاولاني مكسره انجولا، يعني عامله عليها 1-0 ولكن يعني مضيعين جون، 1-1 دلوقتي لسه جايبين جون، يعني انجولا متعادله ولكن الشوط الاولاني انا شفته، انا بتكلم على اللي انا شفته قبل ما اخش. لا الجزائر عامل ماتش كويس جدا، ما اعرفش بقى الشوط الثاني ايه اللي حصل. السنغال من شويه قبلها عاملين ماتش رائع وكسبانين، الكاميرون اتغلبت او فبالتالي اتعادلت انا اسف فبالتالي الماتشات كلها فيها مفاجآت كبيره جدا، ومن الواضح ان هذه البطوله مختلفه فنيا. بص يا كابتن اسلام، انت طبعا راجل كنت لعيب كبير وفي منتخب مصر، لعبنا سوا امم افريقيا 96، وانت لعبت بعديها كمان في ما شاء الله في البطولات كلها. المنتخب مصر احيانا لما بيخش بطوله وما بيبقاش فيه تفاؤل بالمنتخب بيعمل مفاجآت، وممكن تكون المباراه الاولى دي هي الشراره اللي هتخلي اللعيبه ان هي تحس بالمسؤوليه اكتر، ويبقى فيه اصرار اكتر على المكسب في مباراه كبيره زي غانا. الفرق كلها مستعده، والفرق كلها انت عارف فرق افريقيا كل بطوله يطلع فرقه وفرقتين صحيح جداد، زي قبل كده راس الاندر من كام سنه ظهري، المره اللي فاتت شكلها هتظهر السنه دي كمان فرقه كتيره ظهرت. يعني البطوله اللي فاتت كان في فرقتين يعني مش مصنفين ووصلوا وكملوا، غينيا بيساو بقت فرقه قويه. فبالتالي انت الخطوره مش من الفرق الكبيره، انت بتعمل حساب الفريق الكبير. صحيح. الخطوره من الفرق الصغيره هي دي اللي بتخليك تتوج بالبطوله، اما تخليك تطلع بره. ودي المشكله اللي انت حطيت نفسك فيها. لكن مستوى البطوله، لا الجزائر بادئ شوط هايل جدا الشوط الاول، وابو نجاح جاب جونين منهم، جون طبعا اتحسب اوف سايد عالمي. لا ده لو كان دخل كان هيبقى احلى جون، احلى جون في البطوله صراحه. صح. وبعدين عنده نص ملعب قوي جدا، عنده مدافعين كلهم بيلعبوا في اوروبا بس دخل فيهم جون اهو. معلش بس انت بتلعب مباراه، بتلعب فرقه برضه، فرقه انجولا فرقه محترمه جدا، بتفرج عليهم فرقه كويسه والله. يعني طبعا فرقه كويسه، ما فيش فرقه قليله السنه دي. لكن الجزائر تتفرج عليها فرقه كوره، فيها اسلوب، بتوصل للجون، بتهدد كل 3 4 دقايق تلاقي في كوره فرصه على المرمى خطيره. فبالتالي لا، ولسه المغرب، اما تشوف المغرب ولسه فرق ثانيه، لا البطوله اكيد صعبه. احنا بنتمنى بس ان منتخب مصر، واكيد اللعيبه هتقعد مع بعضيها والمدرب هيقعد برضه يركز في المباراه اكتر الجايه، لان المباراه الجايه مهمه جدا يا كابتن اسلام. احنا صح. لو لا قدر الله حصل حاجه انت خرج، مفيش كلام، هتبقى صعبه الامور. يعني انت حتى لو تعادلت في فرصه بنسبه مثلا 50% ان انت تلاعب كاب فيردي وهي وصلت الدور الثاني، فممكن ماتشك يبقى معاها حنين شويه، دي لو كسبت هي موزمبيق. يعني غير كده لا، هيبقى الموقف صعب. واتمنى ان اللعيبه تعرف ان هي بتمثل منتخب مصر، يبقى المسؤوليه اكبر، يبقى في اصرار على المكسب بالذات من اللعيبه الكبيره. نعم. صلاح محتاج ان هو يعني يعبر عن نفسه اكتر من كده ويلعب بشراسه شويه. طبعا احنا عارفين صلاح نجم كبير، لكن المباراه اللي فاتت يعني الواقف دايما النجم دايما الناس بتنتظر منه ان هو اللي يبقى هو اللي يشيل الفرقه على اكتافه بالظبط. فيعني اتمنى وان شاء الله هو لعيب كبير حقيقي. ان شاء الله الفرقه هتبقى افضل الماتش الجاي. طيب. يعني. اخيرا يا كابتن كشري، اخد منك تشكيل لو هيلعب يوم الخميس لو انت المدرب. والله طبعا الشناوي مفيش كلام ما شاء الله عليه يعني، انا شايف محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم، لان حجازي انا شايف ان الكيرف بتاعه عشان بعيد شويه الكيرف اقل، ولكن برضه مش هتحاول تغير، ممكن تكون مش سهره. محمد هاني بس يبدا بدايه افضل من الماتش اللي فات. حمدي ولا فتوح؟ فتوح فتوح, فتوح. نص الملعب اخطر شويه هجوميا فتوح نص. صح. الملعب صح. مروان عطيه لا غنى عنه، انا شايف انه كان مهم انه كان يلعب المباراه دي مروان عطيه. وجنبه حمدي فتحي. اوكي. يعني ممكن الثالث ممكن ما بين يعني زيزو برضو ممكن ان هو يبدا ثالث معاهم، لان امام عاشور برضو المباراه اللي فاتت ما كانش في المستوى، مش مركز اكتر لما نزل. خط الهجوم طبعا مصطفى محمد وصلاح وتريزيجيه، دول يعني دول
البدايه، اعتقد ان كده منتخب مصر يعني في تغيير في حاجات معينه في الملعب ممكن تفرق معاهم يعني. يعني لما قلنا فتوح هجوميا اكتر، وانت عايز ان انت برضه تهاجم وفي نفس الوقت بيدافع، رغم ان محمد حمدي مقدم مباراه مش وحشه صحيح، لكن فتوح خبراته اكبر في المباراه دي. ونتمنى ان محمد هاني يعني يبقى في المستوى بتاعه، هيفرق كتير جدا في المباراه دي. وفي الاخر يا كابتن اسلام، اصرار اللعيبه اهم من امكانيات كل الكلام اللي احنا بنقوله ده. صح اصرار، لو انت نازل عندك اصرار على المكسب، اي 11 هينزلوا هيأدوا بشكل كويس، بس نحس ان هم نازلين بيقاتلوا على المكسب، دي اهم حاجه. واعتقد ان العامل النفسي الراجل لازم يشتغل عليه كويس، واللعيبه تقعد مع بعضيها، دي رقم واحد، وتعرف ان المباراه الجايه مصيريه بالنسبه يعني الفريق منتخب مصر ان شاء الله. شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن احمد كشري على هذا التحليل الفني. خلينا نطلع نشوف تقرير عن اخر اخبار كاس الامم الافريقيه، ومن بعده فاصل، ومن بعد الفاصل نرجع نتكلم شويه عن اخبار النادي الاهلي. اشاد الاتحاد الافريقي لكره القدم كاف بما قدمه محمد عبد المنعم مدافع منتخبنا الوطني ونجم النادي الاهلي امام منتخب موزمبيق. ونشر الحساب الرسمي للكاف عبر منصات التواصل الاجتماعي فيديو لأبرز ما قدمه عبد المنعم، وعلق قائلا: مدافع مصر القوي بعد أدائه الرائع أمام موزمبيق أمس. توج نجم منتخبنا الوطني مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي بجائزة أفضل هدف في اليوم الثاني من منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار. وعلق الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف على منصات التواصل الاجتماعي: استلام رائع ثم دوران وإنهاء مثالي. اهتمت الصحف العالمية بالتعليق على هدف نجم منتخبنا الوطني محمد صلاح أمام موزمبيق، وعلقت صحيفة الجارديان البريطانية: ركلة جزاء محمد صلاح تنقذ مصر في الوقت بدل الضائع، وروي فيتوريا يلقي اللوم على قلة التركيز، فيما علقت وكالة رويترز: محمد صلاح ينقذ مصر بركلة جزاء أمام موزمبيق ويحرم منافسه من تحقيق أول فوز على الإطلاق بكأس الأمم الإفريقية. حقق منتخب السنغال فوزا كبيرا على غامبيا بثلاثية دون رد ضمن منافسات المجموعة الثالثة من كأس أمم إفريقيا، والتي أقيمت على ملعب تشارلس كونان باني. وبهذه النتيجة يتربع منتخب السنغال على صدارة المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، فيما تتذيل غامبيا المجموعة بدون رصيد. نجح لامين كامارا مهاجم منتخب السنغال في تسجيل هدفين في مرمى غامبيا، وأصبح كامارا صاحب 20 عاما و14 يوما أصغر لاعب يسجل ثنائية في كأس إفريقيا للأمم منذ أن فعلها التونسي علي زيتوني لتونس عام 2000، وكان يبلغ من العمر وقتها 19 عاما و32 يوما. عاجل أندري آيو قائد منتخب غانا رقم الكابتن أحمد حسن نجم منتخبنا الوطني السابق ورقم الكاميروني ريجوبرت سونغ في عدد النسخ التي شارك بها في كأس الأمم الإفريقية، بعدما وصل إلى النسخة 8 من تاريخ مشاركاته مع منتخب بلاده. أكد جلال القادري مدرب منتخب تونس جاهزية فريقه قبيل مواجهة ناميبيا يوم غد الثلاثاء ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة بنهائيات كأس أمم إفريقيا، مشددا على أن المهمة ستبدأ غدا، وأنه وفريقه قاموا بالتحضير الجيد خلال فترة الإعداد وحققوا الأهداف المرجوة من المعسكر التدريبي قبل انطلاق البطولة. أكد كولين بنجامين مدرب منتخب ناميبيا أن مباراة منتخب بلاده أمام منتخب تونس ستكون صعبة للغاية، خاصة أن المنافس يمتلك تاريخا حافلة وخبرات في البطولات الإفريقية، مشيرا إلى أنه حصل على تسجيلات فيديو ولقطات من مباراة تونس ضد الرأس الأخضر الودية للوقوف على نقاط القوة والضعف في المنافس قبل مباراة الغد على حد قوله.
أعرب المدافع الغاني ألكسندر جيكو عن ثقته في عودة منتخب بلاده للانتصارات من خلال الفوز على منتخبنا الوطني يوم الخميس المقبل، وذلك بعد هزيمة غانا المفاجئة 2-1 أمام الرأس الأخضر في المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الإفريقية، مشيرا إلى أن الفوز بالمواجهة المقبلة سيضمن لبلاده التأهل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. خلينا نروح لاخبار النادي الاهلي سريعا جدا. خاض فريق النادي الاهلي مرانا قويا صباح اليوم على ملعب مختار التتش ضمن البرنامج التدريبي الذي اعده الجهاز الفني لتجهيز جميع اللاعبين للمرحله المقبله التي تشهد العديد من التحديات القاريه والمحليه. وشارك اليوم في المران 11 من اللاعبين قطاع الناشئين، وذلك لتعويض النقص العددي بسبب انضمام أكثر من لاعب من القوام الأساسي للمنتخب الوطني. وعقد مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي محاضرة مع جميع اللاعبين داخل ملعب مختار التتش للتأكيد على البرنامج التدريبي والحديث بشكل عام عن المرحلة المقبلة. وخاض اللاعبون فقرة بدنية قوية قبل تنفيذ الجوانب الفنية خلال تدريبات الكرة التي اشتملت على تقسيمة بمشاركة الحراس. وأدى الرباعي مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وحازم جمال وطارق حسن تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس. ومن جهة أخرى عقد مرسيل كرة المدير الفني للنادي الأهلي جلسة مع كابتن خالد بيبو مدير الكرة على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم، وذلك ضمن الجلسات التنسيقية المتواصلة ما بين الجهاز الفني للترتيب للمرحلة المقبلة. وزي ما قلت لحضراتكم قبل كده النادي الاهلي شارك بمشاركه 11 من لاعبي قطاع الناشئين. وزي ما حضراتكم عارفين في مثل هذه الاوقات بيكون عندنا عدد كبير جدا من اللاعبين سواء مع المنتخب الاول او مع بقيه المنتخبات موجودين مع المنتخبات الوطنيه المختلفه، وبالتالي انت عندك مجموعه رائعه من الناشئين بتحاول تضمهم للفريق الاول، او مش بتحاول، من المفترض ان انت تضمهم للفريق الاول عشان يتم الاختيار منهم بعد كده خلال الفتره القادمه. وبالتالي 11 من لاعبي قطاع الناشئين متواجدين في تمرين النادي الاهلي. ايضا على الجانب العلاجي احمد عبد القادر ورضا سليم بيواصلوا تنفيذ البرنامج الخاص تحت اشراف الجهاز الطبي بالنادي الاهلي، وده اللي كان على هامش مران الفريق اليوم. قال الدكتور احمد جبله رئيس الجهاز الطبي للنادي الاهلي ان حاله رضا سليم لاعب الفريق مطمئنه الى حد كبير، وانه يواصل برنامجه التاهيلي بشكل منتظم للتجهيز للعوده خلال الفتره القادمه. وقال ان رضا سليم هيجري اشعه منتصف الاسبوع المقبل للوقوف على اخر التطورات والتعرف على نسبة شفائه من الإصابة بعد إجراء جراحة في الترقوة. وزي ما حضراتكم عارفين رضا سليم كان أبعد عن المشاركة مع النادي الأهلي خلال الفترة الماضية. أكد أيضا دكتور أحمد جبله أن هناك تنسيق وتشاور دائم مع الجهاز الفني فيما يخص ملف الإصابات داخل صفوف الفريق واطلاع الجهاز الفني على كل المستجدات الخاصة بكل الحالات الطبية. زي ما قلت لحضراتكم رضا سليم واحمد عبد القادر بيواصلوا تاهيلهم او برنامجهم التاهيلي اللي كان بيشتمل على الجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات الاخرى ضمن البرنامج الخاص تحت اشراف الجهاز الطبي بالنادي الاهلي. اذا هي دي اخبارنا النهارده في النادي فيما يخص النادي الاهلي الحقيقه، لانها كلها اخبار زي ما حضراتكم عارفين النادي الأهلي خلال هذه الفترة عندنا عدد كبير من اللاعبين موجودين مع المنتخب، وبالتالي أو مع المنتخبات المختلفة، وبالتالي يعني التمرين الحمد لله الحمد لله الأمور ماشية بشكل جيد جدا. والفترة القادمة إن شاء الله هل من الممكن أن نرى معسكر خارجي ولا لا؟ ده اللي هنشوفه إن شاء الله فور إعلان النادي الأهلي عن خطة الجهاز الفني خلال المرحلة القادمة. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نستقبل ضيوفنا في البيت الكبير كابتن محمد حشيش، استاذ عصام شلتوت، استاذ ايمن جلبرتو، استاذ صبر السراج، هيكونوا في ضيوفنا بعد هذا الفاصل.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. النجم الكبير كابتن محمد حشيش. ازيك كابتن؟ تمام. ازيك حضرتك؟ الحمد لله. كلام كتير النهارده وكلام مهم جدا مع النجوم الكبار ايضا الاستاذ صبري الساج. ازيك يا صبري؟ مساء الفل يا كابتن. ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله. مبارك ايه؟ ايضا الاستاذ ايمن جلبرتو. ازيك يا ايمن؟ كابتني مبارك ايه؟ الحمد لله. بدات بكابتن حشيش فخلص فاكهه بقى فاكهه. عفوا. ازيك يا استاذ عصام؟ عفوا. مبارك ايه يا كابتن؟ شرف النور. سعيد النهارده بقالي كتير كمان. شخصيه جميله صبري الساج بقالي حبيبي يا كابتن. احلى حاجه حصلت النهارده والله. انطونيو مانديرا حارس منتخب الجزائر. وسام ابو علي مش عربي ولا فلسطيني. تخيل. ماشي فهمت الرساله. وصلت من الاول اهو من الاول عشان ما ايه ما يقولكش اصله ده بحفظ فيه. احنا كنا عمالين لسه كنت ختمنا على لساني. عمالين نحفظ في الاسم بقالنا نص ساعه عشان يقول. المهم يكون بيتكلم عربي. ايه المهم يكون بيتكلم عربي؟ لا والله تعرفش. لا ما بيتكلمش عربي. جمال بالماضي كابتن اسلام في بطوله نخبه عربيه كانت متجمعه كان ماري الجنزاري وهو راجل يعني أزهر منه. كنا قريبين من بعض أحد اللاعبين النجوم وثم مدربا اختلفوا على حد فايش تكون يعني بيش أقول لك. قال له سيسموا. قلت لهم لا السلام عليكم. السلام عليكم. كله طبعا ضحك وقالوا لا ما نقصد هم طبعا تحول العربية باللغة العامية لكنهم في النهاية الأول عشان يفك هو عنده اللغة دي أسهل. هو مش حكاية مش عربي يا أخي. يا أخي ده الأسهل له. لعب هناك وتربى هناك. أنت عايز تقول للراجل في السويد والنرويج اللي ما يعرفش ليه؟ لأنه البلدين دول بالذات انت استجيره تجاره عندهم في كده عالمي. واعتقد دي حد اي حد يقدر طلع اذا وصلت لحدودهم واستجرت يجيروك. فالاخ يعرف ليه راحوا الاسره الفلسطينيه دي. مش علشان هو حابب يروح اليوم يعني. لا لا لا. بس طيب خليني اقول لحضراتكم ان منتخب الجزائر او منتخب انغولا تعادل مع منتخب الجزائر بهدف لكل فريق وانتهت المباراه الثالثه لهذا اليوم. والحقيقه عدد كبير من المفاجآت في اليوم الاول والثاني والثالث حتى الان. كابتن حشيش منتخب مصر وتعادل غريب مريب بهدف لكل فريق. خلينا نتفق بس في البداية كده ناخد بشكل الكلام. عام من حضراتكم يعني كل او البداية واحنا زي ما احنا متعودين من حضراتكم دائما احنا بننتقد وبنقول ان في من الناحية الفنية طبعا ان في اخطاء وفي كذا وكذا وكذا ولكن احنا بعيدين تماما عن السخرية والنقد اللاذع والكلام اللي لانه احنا لسه منتخب مصر. انا بشوف ان منتخب مصر انا واحد من الناس اللي بشوف ان منتخب مصر قادر وبقوة بعد كل المباريات اللي الواحد شافها قادر مع مجموعة اللعيبة اللي موجودة تزود من نفسها وتزيد من اصرارها وعزيمتها هيكون عندنا شكل اخر. خلينا نتفق في البداية. ده رأيي برضو يا جماعة. أنا معلش أنا آسف. أيوه. لكن كل واحد من حضراتكم له مطلق الحرية في أنه يقول له هو عايزه. خلينا نتفق في البداية أن طالما الفرص موجودة يبقى الدعم موجود ومكملين في الدعم مع فرقة منتخب مصر. ومش أول مرة منتخب مصر يعني يعمل الفصول الباردة دي من البداية. يعني لو رجعنا بالتاريخ بقى من زمان يعني من 86 حتى اللي على أرضنا يعني برضو نفس القصة مع سنغال طبعا 1-0 وكده. نتكلم يعني على حاجة بعيدة ونتكلم على حاجة قريبة لسه كانت البطولة اللي فاتت على طول. ولكن هو ده بيقول لك ايه يعني المباراة السابقة او البطولة السابقة مدرد في الاخر اتغلبت من نيجيريا. تمام. البطولة 86 في الاخر اتغلبت من السنغال. تمام. يعني لكن مش قصدي حاجة ولكن اقصد ان موزمبيق فريق المنافس تقصد على المنافس اقل المنافس. منك حتى في الناحية التصنيفية. بص الكرة ما فيهاش برضو منافس كبير ومنافس صغير وبتاع. كرة هي بتعتمد انت حالتك عاملة ازاي. نعم. يعني انت حالتك عاملة ازاي. انت كويس ولا مش كويس. ما هو ممكن تلعب أسوأ فرقة في البطولة كلها وانت مش كويس وعندك مشاكل وعندك أخطاء تخسر. واخد بالك ازاي؟ يعني هي بتعتمد على حالتك انت. لازم برضو نتكلم ونقول ان منتخب مصر كان فيه مشاكل في التشكيل. مشاكل في طريقة اللعب. مشاكل في كمان التغييرات. هنتكلم طبعا بعد كده على الكلام ده كله. احنا يمكن يوم يعني انا بالنسبه لي الحلقه اللي فاتت او الاثنين اللي فاتوا واحنا بنحط التشكيل قلت انا وجهه نظري فلان وفلان لان فلان هيبقى عنده مشكله في كذا كذا هنتكلم فيها يعني. بس زي ما بقول لك طبعا الدعم موجود. صحيح احنا صعبنا كلهم ولادنا يعني طبعا. ولكن انا اقصد ان يعني هنا حضرتك بتتكلم الناحيه الفنيه جوه الملعب طبعا.
احنا يعني المشكله انت صعبت على نفسك القصه، القصه كانت ماشيه كويسه حقيقي. وانت كمان بدايتك في المباراه سيناريو رائع انك تنزل تجيب اقل من دقيقتين هدف. واخد بالك ترفع المعنويات وفي نفس الوقت بتصدر ضغط على الفرقه صحيح. اللي قدامك. صبري اللي كلام الكابتن حشيش بيقوله ده كلام رائع جدا. واحنا دايما لما بنيجي نتكلم نقول ايه، لما نيجي حتى نتكلم عن النادي الاهلي او منتخب مصر حتى نقول يا رب نجيب جون بدري علشان نقدر. واضح ان احنا العكس صحيح. انه الجون البدري ده جه علينا فكنا او فكنا. برافو عليك ده. وكمان يعني في المباراه كنت بدور على الكلمه فكنا في السنغال، واحنا بنلعب السنغال في الماتشين بتوع النوك اوت بتوع كاس العالم، احنا تقدمنا في بدري ثم الماتش السنغال رجعت علينا وتعادلت. ماتشات كتير جدا في السنين اللي فاتت في الجيل ده الحقيقه، ودي مشكله عند الجيل ده واضحه جدا، ان انت لما بتتقدم في النتيجه ما بتقدر بدري ما بتقدرش تحافظ. ده انا اظن انه له علاقه شويه بشخصيه اللعيب. جايز يكون ان اللعيبه دي اعتادت اللعب بدون جمهور لفترات طويله، فمع الضغط لما بتلعب بره ارضك بالذات اللعيبه بتفك شويه او بتتوتر شويه ما اعرفش، لكن ده واضح في اكتر من نتيجه في السنين اللي فاتت. تمام. اللي حصل في ماتش موزمبيق انا بشوف ان هو في حاله فككان شويه، وفي حالة من مش عايز أقول من الاستعلاء أو من الغرور، بس إحنا رايحين ومعظمنا اللعيبة عندها الإحساس ده، وإحنا عندنا الإحساس ده إن إحنا الأول مرة من سنين كتير يبقى عندنا قايمة شبه متكاملة أو متكاملة كمان، وقادرين إن إحنا نروح ناخد البطولة. فالإحساس ده واضح إن هو واصل للعيبة، ولما نزلوا وسجلوا جون بدري فالإحساس ده زاد. الإعلانات الكتير الماتش خلص فالماتش خلص يعني، جبنا جون في اول دقيقه فخلاص الماتش المباراه بالنسبه للعيبه. انا حسيت في الملعب ان المباراه انتهت. احساسك الداخلي ومسل... وبنوصل وبنضيع، مضيعين 3 4 اجوان في الشوط الاولاني. اللي حصل في الشوط الثاني هو الكارثه كلها. يعني احنا اللي انا افهمه ان احنا اتقدمنا 1-0 في الشوط الاولاني وضيعنا كتير، المفروض ان كان المدير الفني يشدد تماما ان احنا هننزل بقوه في الشوط الثاني، لازم نسجل عشان تبقى المباراه فعلا انتهت. احنا نزلنا بحاله من الفككان غريبه وحاله من لا تركيز، فاستقبلنا هدفين بشكل ساذج ويعني يضحك الحقيقه، ثم مفيش رده فعل. فحاله من الفككان غريبه جدا، وهنتكلم ومع الكباتن ومع الاساتذه ازاي الشكل كان وحش قوي بدءا من التشكيل زي ما قال كابتن محمد. في التشكيل فيه اخطاء كبيره جدا، ومرورا بالتعامل مع المباراه والتغييرات. يعني عشان انا عايز اتكلم بشكل عام برضو، عشان انا عندي نتائج المباريات هذا او في الثلاث ايام اللي فاتوا يا ايمن، النتائج في الثلاث ايام اللي فاتوا نتائج متذبذبه ورايحه وجايه، مش على منتخب مصر بتكلم بشكل عام. حط لي النتائج يا سمير لو سمحت واحنا بنتكلم. فنتائج غريبه جدا وحاجات، يعني كوت ديفوار بيفوز على غينيا بيساو، ولكن كان واضح اصلا كمان ان كوت ديفوار عندها مشكله. يعني يا كابتن اسلام لو غينيا بيساو فريق كوت ديفوار، بس انا بتكلم بشكل عام، يعني نيجيريا وواحد واحد وتعادل غينيا الاستوائيه، مع غينيا الاستوائيه مصر ومع موزمبيق، ثم هزيمه غانا من الكاب فيردي، وكمان تعادل الكاميرون النهارده تعادل الكاميرون، تعادل الجزائر وانجولا. فلا يعني يمكن السنغال هي اللي عدت، السنغال اللي فلتت وده برضه هنتكلم فيه، ان السنغال تقريبا هي الفريق الكبير المرشح الوحيد اللي نزل عمل المطلوب، الاداء الاداء والنتيجه حقيقي. كوت ديفوار على فكره رغم الفوز 2-0، لكن اي حد اتفرج على المباراه لو فريق غينيا بيساو فريق اكثر خبره واكثر شراسه كان يقدر يسجل في كوت ديفوار، لان اخطائهم الدفاعيه كانت واضحه جدا. الكاميرون النهارده اخطاء ساذجه جدا واضحه. غانا تقريبا في ماتش كاف فيرد يعني ما كانتش هي غانا اللي الواحد منتظرها او يعني بيتوقع ان هي تعمل كده، رغم ان برضو ليهم اخر فتره غانا كنتائج مش افضل حاجه، ولكن ما تتوقعش ان هم هيبقوا بالسوء ده امام كاف فيرد. بنتكلم كمان كابتن اسلام نيجيريا وفرص كتير بتضيع واخطاء دفاعيه غريبه، والمباراه يعني بيروحوا نيجيريا كانت بتضيع انفرادات، بتروح قدام صحيح. المرمى بتضيع انفرادات. فالنهارده انا وجهه نظري ان منتخب مصر، لا احنا لازم نتكلم ان منتخب مصر النتيجه محبطه، في رطوبه في ارض ملعب ده على الكل، ولكن نتيجه محبطه. احنا منتخب مصر زي ما حضرتك كنت بتتكلم وكابتن حشيش على فكره التصنيف، لا احنا مصر 33 على العالم، موزمبيق 111، صح فرق كبير. القيمه السوقيه الماركت فاليو، ولكن خلي بالك كلام الكابتن حشيش صح، انا فاهم الاخر اللي في الملعب يعني صح يا كابتن اسلام الحاله في الملعب، لكن اقصد ايه الجاب المفروض ان هي كبيره. يعني حضرتك بتقول ايه، احنا نزلنا جبنا جون بدري،
يبقى المفروض نخلص. انا حسيت ان الجون زي ما قلت من ضمن الاسباب. انا عايز اقول ان ده من ضمن الاسباب يعني. احنا جبنا ضمن الاسباب السلبيه. السلبيه طبعا المفروض ما بقاش سلبي. هناك فرق بين ان احنا جبنا جون بدري وانه جه جون بدري. معلش سامحوني يعني. اصل في جون جه بدري نتاج لعبه لازم يعني على السخن على طول. لا ليه حتى ليه ما انتوا بتوع كوره يا جماعه اكتر مننا يعني. هناك فرق بين ان انت تنزل شايف التيم عامل ازاي وما لحقتش تشوف ده جون دخل حضرتك. لا طبعا لا كنت تلحق تشوف حتى لو في 30 ثانيه على حسب اللي انا عايز اقوله يعني. اللي هو السنغال. سيبوني اقول اللي هو السنغال ده الفرق بقى. ناس واقفه في كابتن بيتكلم في زعمه في الفريق بس مش زعمه. خدت بالك من اللي انا خدت بالي منه اللي هي نقطه ايه؟ اليو سيسي لما كوليبالي اتكلم او واضح ان اللعب مش عاجبه. ايوه فاليو سيسي عمل ايه؟ اليو سيسي ده اللي هو المدير الفني اللي هو بقاله 7 8 سنين وكوليبالي ده واحد من اغلى واغنى لاعبي العالم طبعا. عمل ايه؟ قعد يقول له مش عارف ايه ولا باصي ويعمل ومش عارف ايه. شفنا الكلام ده على جت على الكاميرا. ما عرفش عليك هو ده اللي قصدك عليه ولا لا. انا اكلم حضرتك اهو ليه؟ لان دي مش زعمات اوانطه. بمعنى ايه؟ مش كل حد كابتن الفريق. خلي بالك في واحد كابتن وفي 2 3 كمان يملكوا نفس الخاصيه انه في كل في خط على الاقل يعني. وبالتالي لما انت في 30 سنه كنت تلاقي الكره تك 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 وعرضيات وقطع ملعب وكذا فعرفت فتعرف ان انت لما يجي جون تقول ده احنا لعبنا لغايه الدقيقه وشويه بتوع الجون عالمي. لكن انت لما كوره تيجي من هنا تروح من هنا فمصطفى محمد بامكانياته الخاصه يعمل الترن اللي عمله ده ويجيب جون فجون جه مبدئيا ولا يقلل من مصر ولا اي حاجه. لكن اي تيم يا جماعه مهما كان قدرات وعظمه لاعبيه الامال موجوده مفيش حد يلاقي لعيبه قد اللعيبه اللي في القائمه بتاعتنا عشان ما حدش بس يفكر ان احنا يعني بنحب موزمبيق. لا بالعكس. لا بالعكس عصام حضرتك كنت قلت قبل كده ركز دايما في الماركت فاليو بتاعت المنتخبات او الفرق. مصر 135 مليون يورو. مليون يورو. موزمبيق 25. تعال انت بقى شوف الناس الفرق كبير يا كابتن اللي بتقاتل على ان كل المحاكات بالنسبه لها مكاسب بدءا انه لو بيلعب في موزمبيق في فرق المنتصف هيلعب في فرق المربع الذهبي. إذا ما اشتراهوش نادي كبير هيشتريه نادي في القارة له صيت وسمعة وليكن نادي الأهلي مثلا. إذا ما كانش دول ولا دول هيروح أوروبا مثلا درجة تانية فشوية ويبقى عنده طموح وأمال إنه يلعب فيرست يعني في الفيرست ديزيشن هناك. وبالتالي الناس عندها كلها مكاذب وإحنا عندنا ناس بتلعب من أول المدير الفني اللي خد حاجات كده على قد فهمي والتور اللي الواحد عمله مع فرق الكورة. لما تبقى واخد فتوح وعندك قلق جواك ما انا لو لعبت يقولوا خدوا عشان يغيظ الزمالك فتقعده. الله ده انت يا راجل دي فرصتك الوحيده انك تلعبه بالباور اللي ده. عنده ده. لانك انت انصفته واديته حقه. لما تبقى ما انتش قادر تميز ان النني ها ينفع معانا تقديرا لوجوده وانك انت تيجي على فرقه زي موزمبيق دي وتلعب بتفندر واحد وامام عاشور وزيزو انت بتكلم موزمبيق وده اليوم اللي هتفرد فيه شخصيتك. انت الفتاوة رايح تلعب لي بتفندرين تمام وتحط حمدي مع النني كمان علشان الناس تبقى فيه علاقات كروية يعني مختلفة بينهم وبين بعض ما حدش قادر يقول للتاني اروح ولا تستنى انت ثم حجازي لغاية ما خد طلقة في دماغه وانت مش عايز تغيره وعشان انت خدت ياسر مجبرا تقوم تطلع بره التشكيل خالص. انت بتكلم مين نفسك عليك. ولا بتكلم مين؟ خلي بالك انا اسف استاذ الحاجات دي معلش. اي تيمة ده كلام مهم جدا ولكن كابتن حشيش الكلام اللي بيقوله استاذ عصام ده احنا ما كناش هنقوله. خلي بالك ليه؟ لا ما كناش هنقوله لو كسبنا لو الدنيا مشيت يعني. انا اسف لان عمرك ما كنت هتكسب بالشكل المرضي. احنا ماضيين معاك يعني هنا لا احنا ماضيين معاك هنا ان الوصول فقط للمربع الذهبي هنشكر عليه عشان في شعب هيفرح حقيقي. والشعب ده حقيقي. الشعب العظيم ده لولا كده طب تصدق بالله انا واصله لي انه لولا ربنا سبحانه وتعالى مع الشعب ده وللامانه يعني مع الاجهزه كلها وقفت في ظهر المنتخب ما عدا 5 شارع الجبلايه تمام هو اللي خلى بقيه الفرق الكبيره تتعادل يا اخي عشان الناس في مصر ما يجيلهاش حاجه في قلبها يعني من البدايه يا صحيح. سبحان الله صحيح يعني انا بقول لك يعني كده يعني هل لم يستغل عايز بس اكمل حاجه يا كابتن ان الراجل ده لما يعمل كده ولما تبقى بتدرب منتخبات غير الانديه وانت مضروب ها بالنار في الشوط الاولاني حتى لو جايب جون كان لازم عندك كلام مختلف ما حصلش. طب جه في الجولين
اول حاجه في المنتخبات تقوم ناس تسخن، حتى لو مش لو ما فيش ولا واحد وحش، تعمل افيه مع الفريق الثاني تبين له لا ده انا كنت مقعد ناس الجبابره ينزلوا دلوقتي. في حاجات كده بتبان مع الكوتشنج، لكن تغير لي في الدقيقه 70 و81 و85 ازاي يا رجل؟ ازاي صابر كل الصبر ده وانت عندك الثلاث حتت العمود الفقري جاءه صدأ وياما كان كله ذهب طيب. فانا ما اقدرش اقرص عليهم هو الغلطات. انا عايز اقول هل هو ده اللي انا عايز اوصل له ان هو انا ما اقدرش اقرص على لعيبه. انا في الاخر انا بلوم مدير فني شاف، هو اللي شايف الملعب، هو اللي شايف التمرين، هو اللي موجود مع اللعيبه كل يوم يا كابتن. واحنا بنقول الكلام ده دايما يعني في نفس الاتجاه كنت هتكلم في نفس الاتجاه، ولكن احنا دايما لما بنيجي حتى نتكلم مع النادي الاهلي او مع منتخب مصر دايما نقول كده ان المدير الفني يا جماعه، وده اللي انا اتعلمته اللي حضرتك عارفه اللي كلنا عارفينه، انه المدير الفني وهو واقف في الملعب كل يوم مع اللعيبه فقد يجد ان اسلام النهارده مش هو اسلام، ولكن ثقتي فيه تخليه يلعب. تمام. هل اخطا فيتوريا في ثقته في بعض اللاعبين؟ انا مش عايز اتكلم على اسماء معينه يعني، انا بس هقول حاجه تانية يعني فضل. هل ان احنا او المدير الفني بتاعنا لم يستغل خبرات منتخب مصر، مش خبرات اللعيبه بس، خبرات اسم منتخب مصر خلال تاريخ افريقيا كله؟ هل ما مش قادر يستوعب حاجه زي دي؟ لما نبتدي المباراه زي دي، مباراه وانت مش هنقول ان مصر واخده اكبر عدد من البطولات في كاس الامم الافريقيه وصاحب التاريخ، هنتكلم على اخر بطوله انت على الاقل الوصيف، انت كنت بتلعب النهائي ووصلت وخسرت البطوله بضربات الجزاء، يعني انت رايح بطل، عامل فيهم اعلى رانك، يعني انت رايح بطل، رايح بطل، ومن خبرات من خبراتنا في افريقيا عارفين ان اصعب المباريات هي المباريات بتاعت البدايه، وخصوصا لما تكون مع فريق غير مصنف وصغير. صحيح. فلازم يبقى فيه شحن معنوي واستنفار للمجهود، واللعيبه اللي جوه يعني امال الخبرات بتظهر امتى؟ يعني الخبرات لازم تظهر في حاجه زي كده، ان انا فرقه زي دي لازم اخلص عليها من البدايه، اجيب الاول والثاني، وربنا كرمك وجبت اولاني زي ايا كان جه ازاي في البدايه، لازم الثاني والثالث، وبعدين ابتدي بقى ابين الشخصيه بتاع منتخب مصر. كابتن حشيش، لا وقفه اللعيبه في الملعب فيها، انت لو شفتها في التلفزيون حتى في الوقفه غلط، يعني حتى احنا مش معتادين. معاك صور الوقفات؟ لا، ما كريم وثابت جابوها امبارح فقلنا ما نكررهاش. لا، الفكره ان مثلا احنا متعودين مع فيتوريا نفسه، حتى صلاح مش ده المكان المعتاد فيه، زيزو حتى لو سمحتوا هاتولي الصوره بتاعت امبارح اللي كان صلاح واقف فيها ناحيه اليمين، لو عندكم موجوده حطوها لنا. يعني صلاح ومصطفى محمد تحسهم ساعات مهاجم ومهاجم تاني، زيزو اللي هو ساعات كان بيلعب 8 3 يا ريت كان واقف ناحيه اليمين، يعني انا مش عارف كان واقف فين بالظبط. زيزو حتى مكانه على الخط، زيزو ما تعرفش ايه مكانه فين. حمدي فتحي في الاول زي ما استاذ عصام كان يقول تلاقيه جنب مثلا النني، بعد كده في فتره تلاقي ان هو اللي بيضم قدام، في حاجه غلط في الطريقه اللي لعبنا بيها امبارح. كله قفل على بعضه يا صاحبي. يعني كله، انا وجهه نظري برضو ان كل واحد أفلة. يعني زيزو قافل على هاني، كل ناحيه قافل على بعضه، كله وهاني مش بس قافل عليها يا كابتن، ده ما هو ما فيش ربط فكري، استنى ولا اروح علشان يعني الراجل اللي جاي من على ودني ده يعدي، وبعدين عايز اسال حاجه يا صام، استنى ولا اروح؟ ما حدش واخد باله. انا عايز اسال سؤال، اين صانع الالعاب في منتخب مصر؟ كان على اعتبار ان محمد، ده كان راي ثابت مثلا امبارح ان ده محمد صلاح كان راي يسقط في الحته دي، ولكن محمد صلاح انا كنت شايفه لو جابوا لي الصوره دلوقتي ما عملش كده، وبرده مش بتاعه محمد صلاح، مش محمد صلاح هو ناحيه اليمين. ايوه اهي هو يا جماعه، معلش انا ممكن اقوم عادي صح ولا لا؟ هو في النص، هو انا ممكن اقوم يا شباب ولا لا؟ ماشي طيب، معلش انا هقوم. معلش هو في النص يا كابتن اسلام. بص يا جماعه، هو كان دايما محمد صلاح في الجزء هنا، في الجزء ده صحيح، تمام، في الجزء اللي في النص. ايوه محمد ممكن كان ينزل هنا شويه وبعدين يوصل لغايه نص الملعب، نص الملعب، وبعدين يرجع هنا تاني، وبعدين دايما كان ما بين الباك والسرد باك. صحيح. ده اللي انا كنت شايفه. صحيح. في الماتش امبارح محمد ما شفتوش، لو هو صانع العاب ما شفتوش ناحيه الشمال خالص. هو غير كده يا كابتن، انت هو صانع العاب ناحيه اليمين مثلا؟ انا مش هو في اسمها كده، مفيش كده كابتن حشيش، حد يفهمنا هو ليه اصلا يوم اول ماتش يعمل حاجه غير اللي عملها في الكام ماتش اللي شفناه؟ برضه انا مش فاهمها. احنا ممكن نخلي الصوره اللي فاتت دي شويه، هات الصوره اللي واحده اللي فاتت اللي فاتت لو سمحت. احنا الراجل كان عنده فكره
وانا بشوف ان هي فكره غلط. قول اللي هي. انا عايز اوصل للفكره اللي هو عايزها. هو عايز يقرب محمد صلاح للجول، يخليه في الحلقه اقرب للجول على بعض يعني. كويس نعم يصلحهم على بعض يعني. لا يخلي صلاح في وضع ماشي يا ريس. لا والله ما هي فكره والله بقى حاجات يقرب من الجون يعني يلعب راس حربه صريح بقى زي هو لعبه تحت مصطفى محمد. فهو لعبه تحت مصطفى محمد وبالتالي حط زيزو 8 يعني احنا كنا بنلعب 4-1-4 4-4-1-1 كويس. صلاح تحت مصطفى ما كانش تحت مصطفى يا جماعه. هو في بعض فترات كتير ما هي في مشكله لا بالعكس. لا بالعكس بالعكس هو هي دي المشكله كابتن حسين. لا انا بشوف ان انا وجهه نظري ان ما اعرفش مين معايا ومين عليا في هذا الامر. انا كنت بشوف ان محمد صلاح بيلعب 9.5 يمين بالظبط كده صنع العاب يمين ولو تاخر يروح 10 اصل هي مدينه كانت. هو لو تحت مصطفى هيبقى في ناحيه اليمين والشمال. الله ينور عليك اللي ما بقاش ناحيه واحده. الله ينور عليك. هو مش معتاد على المكان وما بيعرفش مثلا يستلم بظهره يعني في حاجات كتير قوي. ما تخليش محمد صلاح يتحط في الحته دي. صح هو كان عايز هو كان عايز يعمل فكره المحلل. شويه هل في حد يصلح لا اجابه بس نعم او لا قبل ما تحلل انت شغلك. هل في حد يعمل لنجمه مفاجاه يوم الماتش يقول له النهارده خليك تقف جول؟ لا اكيد عمل ربما مش مفاجاه يعني ممكن يكون اتفق معانا ممكن التنفيذ كان غلط. اتفق ازاي يا كابتن؟ لازم عايز لها ماتشين على الاقل يعني. ما شفنا قصدي الاستاذ عصام ان احنا ما شفناش الشكل ده قبل كده. اسلام يا اسلام في حاجه في نقطه مهمه جدا يعني. انا رافض الناس اللي تقول لك ايه اصل هو لو لعب في مكانه ما الناس كلها تبقى ماسكاه وعاملاه. لا 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 ما هو ما الدنيا كلها عارفه ان هو في الحته دي. لا ما هو ليفربول بيلعب في الحته دي وبيبقى واحد كلها عارفاه وبيبقى عارفه نفس الترقيصه بيبقى واحد معاه وبيبقى المساك الثاني مايل ناحيه كده ومع ذلك احنا لعبنا جيبوتي وسيراليون و كل الفرق وكل الفرق كل الفرق والطريقه وصلاح يعني التشكيل تمام واللعيبه بتلعب. هو كان بيلعب عمرها بفكره بتبقى تريكات في تغيير مراكز ناس او مراكز لعيبه عمرها. ليفربول لما كان هندرسون موجود في ليفربول في السنين اللي فاتت كان في حركه بتحصل من يورجن كلوب كان بيعملها. صلاح بيلعب جناح يمين وبيتحرك للداخل كلنا عارفين تمام حلو. مين اللي بيطلع مكانه كجناح؟ هندرسون. هو كان عايز يعمل ايه بقى؟ يدخل صلاح على طول في العمق وزيزو هو اللي يكمل في الحته دي. طب زيزو مطلوب منه واجب هجومي وواجب دفاعي وهو 8. زيزو متعود يدافع على الخط مش متعود يدافع من قلب الملعب في العمق. صح. فتيجي في لقطه زي بتاعه الجون الاولاني لا الكره الترحيل اللي حصل غلط والكره راحت ناحيه اليمين. زيزو جه في لحظه ووقف هو مش عارف يكمل مع اللعيب اللي رايح ولا يسيبه لمحمد حمدي. فمحمد حمدي بالتالي ما عرفش هو كمان يعمل ايه وقف حلق فالاوفر اترفع الاثنين المدافعين ما حدش كانوا واقفين غلط قلبين الدفاع الكره جون. فهو انت عندك لعيبه عندها خصائص معينه ليه نلعب في ده يعني؟ ليه انا بطلب من اللعيب حاجه هي مش عنده؟ هو ده ما هو على فكره زي. هو قصدي يعني قصدي كلامنا كله بالظبط هو ده اللي احنا بنقول هو ايه انت بتفاجئني انا هو واحد زائد انا اللي معاك تفاجئني انا هو 1+1=2 صحيح ما يساويش 3 فانت عايز تخلي 1+1=2 ولكن اخليها 1+1=1 1.5+0.5 يطلع الاثنين ويا ريت بقى وفي الاخر يقول لك ايه ما هو انت تشيل النص والنص والنص فيرجع 1+1=2 ليه يا عم؟ طب اللفه دي كلها هي قفله انا بلعب على محمد صلاح منتخب مصر كلنا عارفين هذه الكلمه صحيح. محمد صلاح هو الركيزه الاساسيه لمنتخب مصر وسيظل دائما لغايه لما طبعا فبالنسبه لي مصر كلها عارفه هذا الكلام. انت ليه بتغير ال ومحمد بصراحه اللي انا عارفه يعني ان هو من الاحترام ان هو يقول له خلاص اللي انت عايزه انت المدير الفني كابتن يعني لازم عشان برضو في فكره برضو لازم نصلحها هنا فكره السياج الحديد اللي حوالين صلاح وان احنا ممنوع الاقتراب والتصوير. لا مش حقيقي ده كلام فاضي مش حقيقي ده كلام ما ينفعش. صلاح ده اللي بنرفعه على الاعناق حقيقي. من حقنا نساله نساله في ايه عشان هو كمان يقول لنا بس في الملعب لان ده راجل زي ما عنده باور في ليفربول من الاخر حد يجاوبنا بقى من الدراويش من اهله من مدربه من اي حد من دراويش صلاح يعني مش من الدراويش اسماعيل هنا يقول لنا ازاي ده ما بيحصلش مع منتخب مصر ازاي ده يحصل ان شاء الله مع منتخب مصر وعملوا قبل كده ايه بقى اللي بيحصل ده انا مش فاهم. واضح يا كابتن تيجي تتكلم في حد يقول لك انت بتتكلم عن صلاح يا جدع بتكلم عن صلاح لا ما طبيعي يا سلام يا سلام
حكم في البلد دي من مليون. ولو وحش يا استاذ عصام، ولو وحش ممكن كمدرب يخرجه يا راجل. ممكن وارد ان انا يوم ما اشوف حالي. لا انا ضد الامر ده. انا واحد كده كابتن كريستيانو وميسي بيطلع يعني كريستيانو لما طلع. انا بعيدا عن كريستيانو وميسي انا بشوف طبعا، ولكن انا بشوف ان صلاح دي وجهه نظر فنيه، انه صلاح كده كده محمد في الماتش اللي فات ايه اللي بيحصل؟ لو هات لي الصوره تاني محمد صلاح بيحصل ايه؟ هتلاقي معاه واحد وواحد تاني قريب قريب منه، والثالث الباك الشمال مثلا عينه برضه رايحه، عينه رايحه على ايه؟ أيه. يعني هو يا للاسف امبارح بقى ما عملوش كده وسابوه لعبوا جنب. لا 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 ما حصلش. لا لا ما حصلش يا استاذ عصام. لا لا فنيا لا 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 الشوط الثاني ما بدا بخمس دقايق اللعيبه مش صح. محمد صلاح هو اللي يرجع معاهم يا كابتن. احنا كان عندنا مشكله، الكلام ده مش صح فنيا. اسمع اللي بقولك عليه، لما يركب الراجل هجيبهولك هات الماتش كله. هو الماتش كله مش هينفع. اطلع انا وانت بعد الماتش. بعد الماتش، لان بعد ربع ساعه الشوط 10 دقايق كمان لا بقوا بيراقبوا حد ولا بيبصوا بطرف عينه على حد ولا بيهاجمونا يا عم. السكه فتحت. هو عمل تركه في الشوط الثاني. هو لعب بثلاث مدافعين لما لا ان احنا اصلا بنضغط متاخر. ليه احنا ما بنضغطش قدام؟ هو ده بنضغط من تحت. مصطفى محمد بينزل عشان يضغط على لعيب نمره 6 اللي بيلعب عندهم في مركز 6 ده. وصلاح كده كده الضغط بتاعه المسافه اصلا اللي كان المفروض يقطعها عشان يضغط فيها كبيره، وهو ما بيعملش ده. فكان الضغط ضغط يعني ناعم قوي. طيب فالراجل بدا صح هي زي ما بدا يطلع بالكوره، ورغم امكانياته الضعيفه لان كان في مساحات وكان في مشكله في الترحيل عندنا، عرف يوصل مرتين والمرتين سجل. انت قابلتها من صبري يعني. لا يا استاذ عصام، هي الفكره كلها انا قابلتها من صبري، ان هو عنده كده كده واحد ماسكه وواحد كده كده. ما هو حط ثلاثه ورا ليه؟ عشان اللي حصل يا استاذ عصام، لانه ما بقاش فيه هجوم الناحيه دي غير مصطفى. طب من باب اولى يا اسلام، ان انا لما انت بتقول الكلام ده صح فعلا، يبقى لعبه في مكانه على الاقل. الناس كلنا متفقين. بص هو كابتن فضل عمق يعني، هو كابتن يعني محمد اللي حصل زي كلمه الاول حاجه قالها استاذ عصام، هي وكابتن اسلام حتى قال لما مش هندوس على اللعيب، هي اول واحد يتحمل مباراه موزمبيق هو فيتوري. فيتوري صحيح يعني هو اول واحد يتحمل التعادل. ان طبعا احنا لسه المشوار، لكن لازم نقول ان التعادل محبط، وده مش حاجه طبيعيه. الحاجه طبيعيه لما اخسر من نيجيريا النسخه اللي فاتت في الافتتاح عادي يعني نيجيريا. مش ازمه اسمها نيجيريا. لا هي مش عادي برضو، ولكن مش لا ازمه. لا يعني قصدي نيجيريا في الاخر مصنف انت وهو هتصعدوا صح، لكن ان انت يبقى عندك ازمه بسبب ان انت خسرت من موزمبيق او تعادلت مع موزمبيق ده المشكله. فهو اول حاجه هو اللي يتحمل المسؤوليه. فزي ما صبري قال كده، هو الفكره بتاعته اللي عملها، التركه اللي عملها ما مشيتش، ما عدلهاش كمان الشوط الثاني. المدرب بتاع موزمبيق قدر بتوفيق، لانهم برضو بيشتغل، ما زي ما احنا بنحاول، هم كانوا بيشتغلوا بيجتهدوا، هم قدروا يوصلوا مرتين، وكان ممكن يوصلوا ثلاثه واربعه لولا ان الحمد لله الدنيا اتلمت يعني، وجابوا الجونين. واحنا رد الفعل بقى اللي صبري قال عليه، انت احنا كمنتخب مصر رد فعلنا كان ساذج جدا للامانه، وهادي جدا. وهادي جدا. الراجل قعد بعد الجون الثاني، فيتوريا راح قعد على الدكه بعد الجون. مفيش التاني. لا احنا مفيش فرص محققه بعد الجون بتاع الجون الثاني بتاع موزمبيق. انا بتكلم على المدرب. شخصيتك انت ايوه فين بقى رد الفعل شخصيتك يعني. ان انا لو جه الجون الثاني وانا أيوة. كنت قاعد او رايح أيوة. على الخط مش عارف ايه، حتى التغييرات النهارده ادي الثاني احساس انا مصري يا ابني، حتى لو انت لا ما كانش في كلام. اروح راجع بضهري واوتو باركينج واروح قاعد، ولولا خطا بعد الجون الثاني اللي قام انفعل على اللعيبه كان كهربا وعلي جبر. الراجل راح قاعد على الدكه. فاحنا في مشكله في اداره الفريق يعني واضحه في الماتش ده يعني. مش عموما احنا عايزين نقول ان هي في الماتش ده. خلينا ناخد الجانب الاخر. خلي بالك في مثل هذه التوقيتات هناك مدارس، في مدرسه بتعمل زي ما انت بتقول كابتن، في مدرسه زي ما الاستاذ عصام بيقول، في مدرسه ثالثه واحد كولر الراجل هادي، بس لما بيحصل لما بتحصل ازمه بتلاقيه واقف على الخط. مش لازم حد يعني مش لازم نقول اسم معين، ولكن يعني انا قصدي ان هي في الاخر مدارس. بص كابتن، كلهم مدربين كبار. هي رد الفعل كابتن، التغييرات نفسها ما تحسكش ان يعني الكلمه الشهيره بتاعت كابتن مجدي عبد الغني، تغيير قصب بقصب ده. هو طلع وينج نزل وينج، طلع باك يمين نزل باك يمين. هو ده ايوه ده كمان زياده. هو ده سيبك بقى من ان انا اقعد بالظبط انت على الدكه او على الخط او انفعل او ما انفعلش. التغيير حشيش، انت التغيير في الرياكشن بتاعي في التغيير في الملعب، سواء التغيير من جوه او التغيير بدليل من بره. حتى ان انت لما نزلت مهاجم تاني مثلا وابتديت تلعب العرضيات، حتى بعد ما خرجت زيزو اللي هو اصلا بيعمل عرضيات يعني، انا بلعب اتنين مهاجمين فانت جبت البنالتي من عرضيه ومخرج العرضيه وطالعه والاثنين غلط. يعني انت الوحيد اللي بيعرف يرفع في المنتخب اصلا. استنيت على زيزو
كتير قوي. ولما جيت تصلح ان انت تنزل مصر انه برضه لا دخل صلاح ولعب في الحته دي. زيزو معذور. ايوه لا ما انا قصدي صح كابتن اسلام بعد كده راح مطلعه. لا ما هو طلعه امتى؟ اللي هو انت عايز تعمل بقى فرصته ميزه زيزو. فانت النهارده حتى البينالتي اللي جه لمنتخب مصر جه من كره عرضيه نطت عشان في كوكا في منطقه الجزاء وجنبه مصطفى محمد. فانت اتنين مهاجمين فالراجل غلط لان انت زياده فعمل بينالتي. طب انت رد الفعل ده من الاول ليه ما عملتوش ان انت تهاجم باتنين مهاجمين وتبتدي العرضيات ومن بدري؟ عايز فاحنا برضه ماشي. ايوه هو الماتش غلط. ده عندك يعني كمان مشكله كبيره لازم نتكلم فيها كمان عشان يعمل وفرات من نص الملعب واحنا بنلعب كل الجماهير يلعبوها بدماغهم لورا. غريبه جدا يعني. الاخطاء بقى على المستوى الفردي سيبك من الجماعي كمان على المستوى الفردي الافراد نفسها في غلطات. لا هو امبارح المباراه كانت صعبه جدا في كل حاجه صعبه على لعيبه منتخبنا يعني الاهداف كمان اللي جت فينا فيها اخطاء غير واضحه يعني ما تحصلش من لعيبه منتخب مصر عندها خبرات يعني. والكلام ده قلناه الاثنين اللي فات بنفس الكلام. صحيح. انا عن نفسي وبكررها تاني لما خدت رايي في التشكيل وقلت لك انا بتكلم على عبد المنعم وياسر كلنا حجازي لا لسبب واحد ثلاثة في الترنات والمراقبة والكلام يعني باينه قوي. ده انا الف به لما اكون الراجل رايح على الجون وانا عايز اولا يعني صعب قوي ان انا اخر واحد اعمل التاكلينج ده وانت عارف الكلام ده اسلام. ما ببعت نفسي ويوم ما اجي اعملها ما اعملهاش بالشمال لان على بال ما بعمل بالشمال كده هتبقى ابطا من اليمين. مش هتاكلينج في حاجه زي دي صعبه جدا. ما حدش يعمل تاكلينج في هذا التوقيت. عموما دي سلبيات كثيره جدا في هذه المباراه اتكلمنا عنها الحقيقه بقى. وكل واحد اتكلم هي سببها كابتن اسلام سوء اداء الراجل مش اللعيبه بس رجل. يعني هو حجازي الاثنين هو ما اقصدش يعني هي بدات منه عنده تحفظ كبير على وجود عدد على عدد من الاسماء وجودها مع بعض. الله ينور يعني عليك. هو بدا باختيارهم زي ما صبري بيقول. كلنا اتكلمنا في هذه الامور. هطلع فاصل وبعد الفاصل ارجع اشوف تقرير عن المنتخب الوطني وبعد التقرير نرجع نتكلم عن اللي جاي. ما احنا سلبيات. طيب اتكلمنا عن السلبيات اللي جاي. قلنا ان في اخطاء كثيره جدا. ما احنا لازم نظهرها عشان اللي جاي. لا ما هو انا عارف. ما انا بقول احنا اتكلمنا يعني انا بقول احنا عشان قبل ما تطلع الراجل قال حاجه جميله قوي. اتفضل. قال لك احتمالا من لاعب غانا ما تبقاش في يومها ما تقلقوش. ما دي كلمه برضو غريبه جدا. انا افتكرته بيهزر على فكره. لقيته كاتبها لقيتها مظبوطه. طب ولو في يومها ايه؟ ولو في يوم هنكسب بدل ما نكسب. لا نختار يوم تاني ما يبقاش في يوم. صح. عموما يعني هناك سلبيات واضحه الحقيقه اتكلموا عنها نجومنا. ولكن عندنا مباراه يوم الخميس. هيعمل ايه؟ كيف يمكن ان يفكر فيتوريا في المباراه القادمه وعليه 120 مليون مصري بينتقدوه؟ بيني وبينكم يعني كل الناس مجتمعه على الكلام اللي الاساتذه والكباتن اتكلموا عنه في كل حاجة. عشان كده بنقول إيه؟ كيف سيلاقي فيتوريا منتخب غانا في هذه المباراة الفاصلة المفصلية اللي هتؤثر بشكل كبير جدا 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 على منتخب مصر وعلى شكل الأمم الأفريقية خلال الفترة الجاية. نطلع فاصل وبعد فاصل تقرير عن منتخب مصر وبعد كده نرجع نتكلم عن الاستعدادات للمباراة القادمة. عدل مع منتخب الجزائر بهدف لكل فريق وانتهت المباراة الثالثة لهذا اليوم. والحقيقة عدد كبير من المفاجآت في اليوم الأول والثاني والثالث حتى الآن. كابتن حشيش منتخب مصر وتعادل غريب مريب بهدف لكل فريق. خلينا نتفق بس في البداية كده ناخد بشكل عام من حضراتكم يعني كل أو البداية. واحنا زي ما احنا متعودين من حضراتكم دائما احنا بننتقد وبنقول ان في من الناحيه الفنيه طبعا. ان في اخطاء وفي كذا وكذا وكذا ولكن احنا بعيدين تماما عن السخريه والنقد اللاذع والكلام اللي لانه احنا لسه منتخب مصر. انا بشوف ان منتخب مصر انا واحد من الناس اللي بشوف ان منتخب مصر قادر وبقوه بعد كل المباريات اللي الواحد شافها قادر مع مجموعه اللعيبه اللي موجوده تزود من نفسها وتزيد من اصرارها وعزيمتها هيكون عندنا شكل اخر. خلينا نتفق في البدايه ده رايي برضو يا جماعه طبعا. معلش انا اسف. أيوه. لكن كل واحد من حضراتكم له مطلق الحريه في ان هو يقول اللي هو عايزه. خلينا نتفق في البدايه ان طالما الفرص موجوده يبقى الدعم موجود ومكملين. أيوه. في الدعم مع فرقه منتخب مصر ومش اول مره منتخب مصر
يعني يعمل الفصول البارده, الفصول البارده دي من البدايه يعني, من لو رجعنا بالتاريخ بقى من زمان يعني من 86 حتى اللي على ارضنا يعني برضو نفس القصه مع السنغال طبعا 1-0 وكده. نتكلم يعني على حاجه بعيده ونتكلم على حاجه قريبه لسه كانت البطوله السابقة اللي فاتت على طول. ولكن هو ده بيقول لك ايه يعني المباراه السابقه او البطوله السابقه مجرد في الاخر اتغلبت من نيجيريا تمام, البطوله 86 في الاخر اتغلبت من السنغال تمام يعني. لكن مش قصدي حاجه ولكن اقصد ان موزمبيق فريق المنافس تقصد على المنافس اقل المنافس. منك حتى في الناحيه التصنيفيه. بص الكوره ما فيهاش برضو منافس كبير ومنافس صغير وبتاع, الكوره كوره هي بتعتمد انت حالتك عامله ازاي. نعم يعني انت حالتك عامله ازاي, انت كويس ولا مش كويس. ما هو ممكن تلعب في أسوأ فرقة في البطولة كلها وانت مش كويس وعندك مشاكل وعندك أخطاء تخسر, واخد بالك ازاي. فيعني هي بتعتمد على حالتك انت. لازم برضو نتكلم ونقول ان المنتخب مصر كان فيه مشاكل في التشكيل, مشاكل في طريقة اللعب, مشاكل في كمان التغييرات. هنتكلم طبعا بعد كده على الكلام ده كله. احنا يمكن يوم يعني انا بالنسبه لي الحلقه اللي فاتت او الاثنين اللي فاتوا واحنا بنحط التشكيل قلت انا وجهه نظري فلان وفلان لان فلان هيبقى عنده مشكله في كذا كذا هنتكلم فيها يعني. بس زي ما بقول لك طبعا الدعم موجود صحيح, احنا صعبنا كلهم ولادنا يعني طبعا. ولكن انا اقصد ان يعني هنا حضرتك بتتكلم الناحيه الفنيه جوه الملعب طبعا. احنا يعني المشكله انت صعبت على نفسك القصه كانت ماشيه كويسه حقيقي. وانت كمان بدايتك في المباراه سيناريو رائع انك تنزل تجيب اقل من دقيقتين هدف واخد بالك, ترفع المعنويات وفي نفس الوقت بتصدر ضغط على الفرقه صحيح. اللي قدامك صبري اللي كلام الكابتن حشيش بيقوله ده كلام رائع جدا. واحنا دايما لما بنيجي نتكلم نقول ايه, لما نيجي حتى نتكلم عن النادي الاهلي او منتخب مصر حتى نقول يا رب نجيب جون بدري علشان نقدر, واضح ان احنا العكس صحيح. انه الجون البدري ده جه علينا فكنا او فكنا برافو عليك ده. وكمان يعني في المباريات كنت بدور على الكلمه طيب فكنا في السنغال واحنا بنلعب السنغال في الماتشين بتوع النوك اوت بتوع كاس العالم احنا تقدمنا في بدري ثم الماتش السنغال رجعت علينا وتعادلت. ماتشات كتير جدا في السنين اللي فاتت في الجيل ده الحقيقه, ودي مشكله عند الجيل ده واضحه جدا, ان انت لما بتتقدم في النتيجه ما بتقدر بدري ما بتقدرش تحافظ. ده انا اظن انه له علاقه شويه بشخصيه اللعيب. جايز يكون ان اللعيبه دي اعتادت اللعب بدون جمهور لفترات طويله, فمع الضغط لما بتلعب بره ارضك بالذات اللعيبه بتفك شويه او بتتوتر شويه ما اعرفش, لكن ده واضح في اكتر من نتيجه في السنين اللي فاتت. تمام. اللي حصل في ماتش موزمبيق انا بشوف ان هو في حاله فككان شويه وفي حاله من مش عايز اقول من الاستعلاء او من الغرور, بس احنا رايحين ومعظمنا اللعيبه عندها الاحساس ده واحنا عندنا الاحساس ده ان احنا لاول مره من سنين كتير يبقى عندنا قايمه شبه متكامله او متكامله كمان وقادرين ان احنا نروح ناخد البطوله. فالاحساس ده واضح ان هو واصل للعيبه, ولما نزلوا وسجلوا جون بدري فالاحساس ده زاد. الاعلانات الكتير الماتش خلص فالماتش خلص يعني جبنا جون في اول دقيقه فخلاص الماتش. المباراه بالنسبه للعيبه انا حسيت في الملعب ان المباراه انتهت. احساسك الداخلي وبنوصل وبنضيع, مضيعين 3-4 اجوان في الشوط الاولاني. اللي حصل في الشوط الثاني هو الكارثه كلها يعني. احنا اللي انا فهمه ان احنا اتقدمنا 1-0 في الشوط الاولاني وضيعنا كتير. المفروض ان كان المدير الفني يشدد تماما ان احنا هننزل بقوه في الشوط الثاني لازم نسجل عشان تبقى المباراه فعلا انتهت. احنا نزلنا بحاله من الفككان غريبه وحاله من لا تركيز, فاستقبلنا هدفين بشكل ساذج ويعني يضحك الحقيقه, ثم مفيش رده فعل. فحاله من الفككان غريبه جدا, وهنتكلم ومع الكباتن ومع الاساتذه ازاي الشكل كان وحش قوي بدءا من التشكيل زي ما قال كابتن محمد. في التشكيل فيه اخطاء كبيره جدا ومرورا بالتعامل مع المباراه والتغييرات يعني. عشان انا عايز اتكلم بشكل عام برضو عشان انا عندي نتائج المباريات هذا او في الثلاث ايام اللي فاتوا يا ايمن, النتائج في الثلاث ايام اللي فاتوا نتائج متذبذبه ورايحه وجايه مش على منتخب مصر, بتكلم بشكل عام. حط لي النتائج يا سمير لو سمحت واحنا بنتكلم. فنتائج غريبه جدا وحاجات يعني كوت ديفوار بيفوز على غينيا بيساو, ولكن كان واضح اصلا كمان ان كوت ديفوار عندها مشكله يعني يا كابتن اسلام. لو غينيا بيساو فريق كوت ديفوار بس انا بتكلم بشكل عام يعني نيجيريا وواحد واحد وتعادل غينيا الاستوائيه مع غينيا الاستوائيه, مصر ومع موزمبيق, ثم هزيمه غانا من الكاب فيردي, وكمان تعادل الكاميرون النهارده تعادل الكاميرون وتعادل الجزائر وانجولا.
يعني يمكن السنغال هي اللي عدت. السنغال هي اللي فلتت وده برضه هنتكلم فيه، ان السنغال تقريبا هي الفريق الكبير المرشح الوحيد اللي نزل عمل المطلوب، الاداء الاداء والنتيجه كوت ديفوار على فكره رغم الفوز 2-0 لكن اي حد اتفرج على المباراه لو فريق غينيا بيساو فريق اكثر خبره واكثر شراسه كان يقدر يسجل في كوت ديفوار لان اخطائهم الدفاعيه كانت واضحه جدا. الكاميرون النهارده اخطاء ساذجه جدا واضحه. غانا تقريبا في ماتش كاف فيرد يعني ما كانتش هي غانا اللي الواحد منتظرها او يعني بيتوقع ان هي تعمل كده، رغم ان برضو ليهم اخر فتره غانا كنتائج مش افضل حاجه، ولكن ما تتوقعش ان هم هيبقوا بالسوء ده امام كاف فيرد. بنتكلم كمان كابتن اسلام نيجيريا وفرص كتير بتضيع واخطاء دفاعيه غريبه، والمباراه يعني بيروحوا انفراد، نيجيريا كانت بتضيع انفرادات، بتروح قدام المرمى بتضيع انفرادات. فالنهارده انا وجهه نظر ان منتخب مصر، لا احنا لازم نتكلم ان منتخب مصر النتيجه محبطه، في رطوبه في ارض ملعب ده على الكل، ولكن نتيجه محبطه. احنا منتخب مصر زي ما حضرتك كنت بتتكلم وكابتن حشيش على فكره التصنيف، لا احنا مصر 33 على العالم، موزمبيق 111، صح فرق كبير، القيمه السوقيه الماركت فاليو. ولكن خلي بالك كلام الكابتن حشيش هو صح، انا فاهم الاخر اللي في الملعب يعني صح كابتن اسلام الحاله في الملعب، لكن اقصد ايه الجاب مفروض ان هي كبيره، يعني حضرتك بتقول ايه احنا نزلنا جبنا جون بدري المفروض نخلص. انا حسيت ان الجون زي ما قلت ده من ضمن الاسباب، انا عايز اقول ده من ضمن الاسباب يعني احنا جبنا ضمن الاسباب السلبيه السلبيه طبعا ده المفروض يبقى سلبي. هناك فرق بين ان احنا جبنا جون بدري وانه جه جون بدري، معلش سامحوني يعني اصل في جون جه بدري نتاج لعبه لازم يعني السخن على طول ليه حتى ليه ما انتوا بتوع كوره يا جماعه اكتر مننا، يعني هناك فرق بين ان انت تنزل شايف التيم عامل ازاي وما لحقتش تشوف ده جون دخل حضرتك لا طبعا لا كنت تلحق تشوف حتى لو في 30 ثانيه على حسب اللي انا عايز اقوله يعني اللي هو السنغال سيبوني اقول اللي هو السنغال ده الفرق بقى ناس واقفه في كابتن بيتكلم في زعمه في الفريق بس مش زعمه خدت بالك من اللي انا خدت بالي منه اللي هي نقطه ايه اليو سي سي لما كوليبالي اتكلم او واضح ان اللعب مش عاجبه ايوه فاليو سي سي عمل ايه؟ اليو سي سي ده اللي هو المدير الفني اللي هو بقى له فتره بعد ما تيجي وكوليبالي ده واحد من اغلى واغنى لاعب العالم طبعا. عمل ايه؟ قعد يقول مش عارف ايه ولا باصي ويعمل ومش عارف ايه، شفنا الكلام ده على جت على الكاميرا ما عرفتش عليك هو ده اللي قصدك عليه ولا لا؟ انا اكلم حضرتك اهو ليه؟ لانه دي مش زعمات اوانطه بمعنى ايه؟ مش كل حد كابتن الفريق خلي بالك في واحد كابتن وفي اثنين ثلاثه كمان يملكوا نفس الخاصيه انه في كل في خط على الاقل يعني وبالتالي لما انت في 30 سنه كنت تلاقي الكره تك 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 وعرضيات وقطع ملعب وكذا فعرفت فتعرف ان انت لما يجي جون تقول ده احنا لعبنا لغايه الدقيقه وشويه بتوع الجون عالمي، لكن انت لما كوره تيجي من هنا تروح من هنا فمصطفى محمد بامكانياته الخاصه يعمل الترن اللي عمله ده ويجيب جون فجون جه مبدئيا ولا يقلل من مصر ولا اي حاجه، لكن اي تيم يا جماعه مهما كان قدرات وعظمه لاعبيه الامال موجوده مفيش حد يلاقي لعيبه قد اللعيبه اللي في القائمه بتاعتنا عشان محدش بس يفكر ان احنا يعني بنحب مصطفى لا بالعكس لا بالعكس عصام حضرتك كنت قلت قبل كده ركز دايما في الماركت فاليو بتاعت المنتخبات او الفرق مصر 135 مليون يورو مليون يورو موزمبيق 25 تعال انت بقى شوف الناس الفرق كبير يا كابتن اللي بتقاتل على ان كل المحاكات بالنسبه لها مكاسب بدءا انه لو بيلعب في موزمبيق في فرق المنتصف هيلعب في فرق المربع الذهبي إذا ما اشتراهوش نادي كبير هيشتريه نادي في القارة له صيت وسمعة وليكن نادي الأهلي مثلا إذا ما كانش دول ولا دول هيروح أوروبا مثلا درجة تانية فشوية ويبقى عنده طموح وأمال إنه يلعب فيرست يعني في الفيرست ديزيشن هناك وبالتالي الناس عندها كلها مكاذب وإحنا عندنا ناس بتلعب من أول المدير الفني اللي خد حاجات كده على قد فهمي والتور اللي الواحد عمله مع فرق الكورة لما تبقى واخد فتوح وعندك قلق جواك ما انا لو لعبت قوله خده عشان يغيظ الزمالك فتقعده الله ده انت يا راجل دي فرصتك الوحيده انك تلعبه بالباور اللي عنده لانك انت انصفته واديته حقه لما تبقى ما انتش قادر تميز ان النني ها ينفع معانا تقديرا لوجوده وانك انت تيجي على فرقه زي موزمبيق دي وتلعب بتفندر واحد وامام عاشور وزيزو انت بتكلم موزمبيق وده اليوم اللي هتفرد فيه شخصيتك انت الفتاوة رايح تلعب لي بتفندرين تمام وتحط حمدي مع النني كمان
علشان الناس تبقى في علاقات كرويه يعني مختلفه بينهم وبين بعض، محدش قادر يقول للتاني اروح ولا تستنى انت، ثم حجازي لغايه ما خد طلقه في دماغه وانت مش عايز تغيره، وعشان انت خدت ياسر مجبرا تقوم مطلعه بره التشكيل خالص. انت بتكلم من نفسك عليك. ولا بتكلم على الفور. أغلق الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني ملف المباراة أمام موزمبيق التي انتهت بالتعادل بهدفين، وبدأ الاستعداد لمباراة غانا المقرر لها يوم الخميس المقبل. وطالب المدرب روي فيتوريا اللاعبين بنسيان مباراة الأمس بكل ما حملته من إيجابيات أو سلبيات، وصب التركيز على المواجهة المقبلة، وذلك بعد أن اشتعلت المجموعة بفوز كاب فيردي على غانا. خاض المنتخب مرانا اليوم ظهرت فيه علامات الحزن على اللاعبين، إلا أنهم تعهدوا على تصحيح الأوضاع والعودة من جديد للبطولة، وأن يكون الجميع على قلب رجل واحد، كون الفرصة لا تزال متاحة في حال تحقيق الفوز في المباراة المقبلة بالجولة الثانية ورفع الرصيد للنقطة الرابعة، وبالتالي المنافسة على صدارة المجموعة أمام الرأس الأخضر. بدأ الجهاز الفني في تجهيز ملف عن منتخب غانا وتحديد أهم ملامح القوة والضعف فيه، كما شدد على لاعبيه أيضا اتخاذ الحيطة والحذر في المواجهة المقبلة لتحقيق الفوز والتمسك بحظوظ التأهل إلى الدور الثاني، ليفتتح الفراعنة وخلفهم الجمهور باب الحلم مجددا نحو المضي قدما والوصول بعيدا في البطولة للتتويج باللقب الثامن ومواصلة الهيمنة القارية. وعلى الرغم من أن ضربة بداية منتخبنا الوطني في كأس أمم إفريقيا لم تكن مرضية لعشاقه وجمهوره بالتعادل مع موزمبيق، ولكن من تعثر البدايات تولد الإنجازات. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. عايزين نتكلم عن الاستعدادات القادمة أو المباراة القادمة، مباراة هي مباراة من المباريات الأصعب مهما كان، بتلعب منتخب كبير مثل منتخب غانا بعد هزيمتهم يا كابتن حشيش في المباراة الأولى. أول تصريح للمدرب وليهم إيه اللي حصل؟ قالوا إيه؟ هنكسب مصر. طب يا عم ما خليك في يعني انا فاهم كويس انه يقول كده، خليه يقول كده. فهو بالنسبه له بيقول لك احنا رايحين نلعب البطوله عشان ناخد البطوله ونكسب مصر. طب تمام تعرف يا كابتن، فهي في النهايه مباراه صعبه. في مشجع اقتحم الفندق بعد المباراه مع المدير الفني وكان مسك. يعني يفتك بالرجل بس الامن طبعا الامن ما شاء الله يعني الامن في كوت ديفوار مسكه، يعني عشان كان عايز يفتك بالمدير الفني لغانا، يعني هم اتغلبوا اول مباراه. وبالتالي هناك ضغوط كبيرة جدا على منتخب غانا زي ما هناك ضغوط كبيرة جدا على منتخب مصر. احنا اللي حطينا الضغوط دي وعلينا ان احنا حطينا وعملنا، كيف نفكر في المباراة اللي جاية؟ لازم اللي ما قدرناش نعمله المباراة الأولانية أيا كان بقى الخصم، احنا مش عايزين نتكلم بقى بالظبط نتكلم على موزمبيق وغانا وغانا ما هي حصل واتغلب، يعني أنت فاهم إزاي؟ دي مباراة أنا بتكلم على شخصية منتخب مصر، منتخب مصر موقفه دلوقتي سيء جدا. المباراة اللي جاية دي هتحدد بشكل كبير الصعود حقيقي. لا قدر الله لو حصل حاجة يبقى أنت مستني بقى الدنيا، مش بشكل كبير بشكل نهائي. فأنت لازم تدي رسالة إن أنت نازل بقى مع غانا، لازم. وعايز أقول لك حاجة، مفيش حاجة اسمها أصل أنا هلعب من تحت وهلعب مع لا، ده أنا لازم أضغط عليهم ولازم اللعيبة تتنحرر شوية ويبقى في حماس ويبقى في قوة، والراجل يحط تشكيل مناسب على حسب هو عايز يعمل إيه. هو عايز يكسب. انا خايف من حاجه الالفه اللي حاصله دي في اختياراته تخليه يقول لهم بص يا صبري، بص يا جلبرتو، بص يا شلتت، انا هلاعبكم واديكم فرصه تاني. هتبقى على فكره على فكره ده اللي حصل السنه اللي فاتت، هتبقى واقعه. لا لا بس. على فكره على فكره ده اللي حصل السنه اللي فاتت، بياكد الثقه في اللي موجودين. كيروش كارلوس كيروش في المباراه اللي بعد نيجيريا وهزيمه، بس في الاخر انت اتغلبت منتخب نيجيريا برضو. بس عشان نبقى الفرقه عشان نبقى واضحين تفتكر يعني. كويس، وانا بيعجبنا لما تاخد الاخر لانه ده حق الاعلام يعني على حضرتك، لكن الفكره ان لما اتغلبنا ما كانش في عندنا ما تستدعي التغيير 90%، كان يا دوبك اداء متعسر
من البعض. اداء سيء صح، كان في لعب كتير في التشكيل، المره دي لعب كتير في التشكيل، وثلاثة أربعة لازم على الاقل واحد او اثنين منهم تغيروا. خلي بالك هو ما لعبش كتير في التركيز، عارف هو في التشكيل هو عمل ايه؟ طريقه طريقه اللعب. ما انا بقول في المراكز لعب يعني حط كله بيقفل على بعضه يعني صحيح. هاني زيزو مش عارف يتحرك من هاني، وهاني سوري هاني مش عارف يتحرك من زيزو، وهل زيزو مش عارف يتحرك من صلاح. بقى على اداء اللعيبه يعني مش معقول ال11 يبقى ما فيش الا اثنين فيهم بس اللي هم واقفين على رجلهم والباقي كله مش في حاله. خايف من السته يعني، السته دي في 3 4 في اثنين منهم يستحقوا التغيير عشان التجديد مش عشان حاجه. تمام. دي لعبتنا واحنا عارفين واثقين، لكن الفكره ان يجي بقى اللاعب يلعب فيقلق من حجم الثقه اللي هو حملها له فاتقلبت مسؤوليه، وطلعنا بره مود ان يبقى عنده تشكيل مناسب أكتر. ايوه وتكتيك مناسب، هو ده المطلوب الماتش الجاي. وانت يعني تقدر تقولها لي المشكله ان منتخب مصر كان بيعاني قبل ما يسافر من ان الناس مش حواليه ومش وراه، فرايحين عشان يغيروا من البدايه الفكره دي. انت الفكره دي عارف اما ايه، خلاص احنا بنعمل كده رحنا راجعين تاني كده، ابتدت الناس تتكلم والناس كلها غير راضيه عن الاداء، وخصوصا برضو ان احنا يعني يمكن الناس اللي تابعت واتفرجت على الفرق الثانيه النهارده، السنغال عامله مباراه وبتلعب برضو على القد وكسبت وعملت اداء، يعني في كوت ديفوار اللي هي المفروض برضو انها كنت عندها عليها ضغط طبعا، دي على ارضها الافتتاح دي كارثه بالنسبه لصاحب البلد في كل العالم، صاحب البلد والجمهور الكبير، ونزلت ومع ذلك كسبت اثنين برضو وادت اداء كويس. ففي فرق راح النهارده الجزائر الفتره اللي انا اتفرجت عليها في شويه في الاول، الشوط الاولاني بيقول حاجه والشوط الثاني بيقول حاجه ثانيه، لا الشوط الثاني بيقول حاجه ثانيه خالص، حاجه ثانيه خالص. الشوط الثاني انا شفت لقطتين رجعوا ايه، رجعوا لا رجعوا ابتدت الكعوب والحاجات دي والعربيات بتاعتنا يعني. أيوة. احنا في كلنا في كرة عرب يعني تكي مكي كا، وحسوا ان المباراه سهله وتعادلوا، انما احنا يعني على الاقل ده لعب شوط والشوط الثاني ابتدى يتاخر شويه، انما انت كتوتال مباراه لا انت لا على اداء فردي او جماعي لا، وحتى اللعيبه ما تحسش حتى بعد الهدف الاولاني ان في نحراره، يعني هي موضوع ضربه الجزاء دي اللي جت كده برضو بالصدفه مش عن طريق هجمات منظمه وقدرت ان انت تعمل ضغط اصفر عن الكلام ده، لا دي بقى ده هي كره واحده في الاخر يعني. فانا عايز اقول ان عليهم انهم يقفوا وقفه المباراه الجايه، لان المباراه اللي جايه دي فارقه في تاريخ كمان لعيبه كتيره موجوده. صحيح صبري، المباراه كاب فيردي وغانا هل صعبت المهمة أكتر؟ لو عندك أرقام تخص هذا الأمر. صعبت المهمة على الفرقتين طبعًا، يعني بلا شك غانا مثلًا لو اتغلبت إن شاء الله ده يحصل يعني من منتخب مصر هتبقى بنسبة 99% خلاص بره البطولة. في حين إن مصر عندها نقطة ممكن تخليها مع التوالد. أحسن توالد؟ لا مصر عندها أفضلية في التوالد. ممكن تبقى أحسن توالد خلي بالك. وارد. وارد بس بنسبة أقل. بنسبة أقل طبعًا. فغانا هتخش تجزى أسنانها جدًا في الماتش، خصوصًا غانا منتخب كبير حتى لو بيمر فترة تعثر مهما كان، لكن ماتشات مصر مع غانا قوتين كبار في أفريقيا، فطبيعي الفرقة هتخش بدوافع مختلفة تماما عن أي ماتش تاني ممكن يكون في البطولة. فاحنا هنشوف منتخب غانا هيدخل وعامل برد فعل قوي، احنا كمان رد الفعل بتاعنا لازم يكون أقوى. لا وتابعك الماتش الأولاني وتابع أدائك وتابع حالتك، والمفروض إن احنا تابعنا والمفروض ان احنا تابعنا. لا ممكن إن وانت بتتكلم الناس شوف الاحصائيات بتاعت مباراه غانا وكاب فيردي، شوفوا غانا عملت ايه يعني برضو ما كانش في افضل حاله. لو سمحت اتفضل. ما هياش في افضل حال. نسبه الاستحواذ مثلا ما بين غانا وكاب فيردي كانت لصالح كاب فيردي، كاب فيردي 53% نسبه استحواذهم في المباراه. الاهداف حتى المتوقعه كاب فيردي كان المفروض يسجل ما يقرب من 3 اهداف متوقعه، 3 فرص خطيره على المرمى بتنتهي باهداف، الناحيه الثانيه جول يعني او فرصه واحده حقيقيه يعني. المحاولات الناجحه 10 محاولات منهم واحده بس على المرمى بالنسبه لغانا، والناحيه الثانيه 15 منهم 5 على المرمى. منتخب كاب فيردي بيشوط كتير من بره، سدد 8 تسديدات من بره 18، الناحيه الثانيه برده 7 تسديدات من بره 18، والناحيه الثانيه كان تسديدتين بس من بره، في حين اثنين من جوه ده 8 وده 8. دقه التمرير 340 تمريره منهم 277 صح، ده بالنسبه لغانا، وبالنسبه لكاب فيردي 392 منهم 319 صح. الكرات الطويله هنا وهنا نسبه النجاح فيها كانت متفاوته، في غانا 36 تمريره منهم 11 صح، الناحيه الثانيه لجأوا للتمرير الطويل 59 مره منهم 34 صح، وده رقم الحقيقه في التمريرات الطويله كبير جدا. الالتحامات كانت في صالح كاب فيردي، متوسط الاعمار
كاب فيردي اعلى ومع ذلك هم كانوا اقوى في الالتحامات. التصنيف بتاع الفيفا 61 غانا و73 كاب فيردي. بس المهم ان غانا في الفتره الاخرانيه او في ال11 ماتش تقريبا الاخرانيين احنا معانا برضو الارقام نتائجها متذبذبه جدا. يعني غانا في ال11 ماتش اللي فاتوا حققت الفوز في اربع ماتشات واتغلبت اربع ماتشات وتعادلت ثلاثة، سجلت 9 اهداف بس في ال11 ماتش واستقبلت 12 هدف. فاحنا قدام نسخه مهتزه من غانا، لكن ده لا ينطبق خالص على الماتش ده اللي هو له دوافع مختلفه سواء بحسابات النقط في البطوله وسواء بحسابات الكبرياء ما بين منتخبين اسمين كبار قوي. لا وانا كلاعب بيني وبينك استنى ماتش زي ده اكسب مصر اهدي الدنيا عليا. صحيح كمنتخب غانا يعني مفهوم، فالدوافع بتاعتهم هتبقى مختلفه. يبقى وصلت للدور الثاني، كسبت منتخب مصر، عملت كل حاجه وخرجك. وممكن نستكمل كمان يعني الارقام عشان نقفلها في حته غانا ومصر كابتن اسلام بتاريخ فكره تاريخ المواجهات بيننا وبينهم. يعني تاريخ المواجهات بيننا وبينهم برضو مش يعني بنتكلم في 8 مباريات احنا كسبنا 4 هم كسبوا 2 والتعادل كان في مباراتين، احنا سجلنا 10 هم سجلوا 13 طبعا النسبة اكبر عشان ماتش 6-1 واكبر انتصار هو طبعا 6-1 لغانا واحنا 2-0. من الارقام اللي يعني البارزة في حتة امم افريقيا يعني ان احنا لعبناهم مرتين في كاس امم افريقيا في 2010 وفي 2017 وكسبنا المباراتين بكلين بكلين شيت، فدي برضو حاجه بتديك افضليه الى حد ما يعني كتاريخيه. فيتوريا يعني التصريحات اللي حضرتك قلتها وانتقدناها، وقال تصريح من المفترض ان كان مهم قبل المباراه لما اتسال من زميل في اون تايم سبورتس لما ساله عن التاريخ وان مصر دايما لما بتكسب موزمبيق في الافتتاح بتروح تاخد اللقب. راح هو قال له ايه؟ لا ما هو قال له ايه؟ قال له ده في التاريخ، يعني ده تاريخ وخلص، احنا على الحاله بتاعت دلوقتي. فبرضه عايزين نتعامل مع غانا حتى لو احنا في افريقيا تاريخنا افضل كنتائج وحتى تاريخ مواجهتنا افضل، نتعامل ان التاريخ خلص، احنا عايزين ننزل المباراه دي نصحح اخطائنا، نصحح وضعنا. البطوله نتكلم في فرقتين وفي افضل اربع توال، يعني في هيصه لسه عشان نتاهل لدور ال 16، فمستحيل ان منتخب بحجم منتخب مصر ما يبقاش ضمن 16 فريق من 24 فريق في نهائيات امم افريقيا. يعني غانا نفسها واحنا بنقول ان هم في اخر فتره سيئين، لا ده كمان اصلا في كاس الامم هم النسخه اللي فاتت اللي على طول. انا عايز اقول لك ان احنا دلوقتي انت بتتكلم على اساس ان الشعب كله والجمهور المصري كله باصص ان احنا نتاهل، احنا طموحنا اساسا مع الفرقه دي ان احنا نروح ناخد البطوله بالظبط. الناس متضايقه ليه؟ الشكل اللي شافوه مش شكل بطوله طبعا، لا لا مش شكل بطوله، على مستوى الاداء، على مستوى الروح، على مستوى الكوتشنج، على مستوى حاجات كتيره، كل حاجه هي دي الناس اللي تعبانه من كده. فعشان كده انما احنا عارفين قبل كده ما احنا بنبدا بدايات، انما انت خايف من نفسك من شكلك من وضعك. مفترض بقى خبرات لاعبتنا ان كل ده يتم تداركه في مباراه غانا اللي جايه، لان دي تبقى انطلاقه نكمل. لان غانا زي ما بقول لحضرتك، غانا مثلا النسخه اللي فاتت دي على طول كانوا من الفرق اللي ما تاهلتش، يعني النهارده كانوا رابع ترتيب، رابع حتى مش احسن توالد، كانوا رابع في مجموعه فيها المغرب والجابون وجزر القمر وما تاهلوش. في 2019 صعد في مصر صعدوا لدور ال 16 واتغلبوا من تونس في ركلات الترجيح. فغانا اصلا الفتره الاخيره حتى لما صعدوا كاس العالم، يعني غانا الحاله بتاعتها مش هي افضل، مش غانا اللي احنا دايما مرعبه. صحيح. ففرصه ان انت تصالح حتى بعد الماتش اللي انت شفته، حتى لا بعد الماتش اللي انا شفته اتاكدت ان غانا اصلا فريق مش مرعب. يعني ماتش كاب فيردي كان بالنسبه لنا لا طب ما كويس، يعني غانا احنا جايين وعاملين حسابنا ان احنا وغانا، لا ده المفروض مع الاعتبار ان دي معطيات مختلفه بالظبط. يعني ان المفترض لو في نفس لو انت في حالتك الطبيعيه وهو في حالته الطبيعيه المفروض انت تنزل تكسب. دي مباراه كابتن اسلام، ماتشنا يعني مباراه تشكيل، مباراه لعيبه اكتر منها كوتش، الشخص والكوتشنج شغله، يعني هي مباراه بالفعل مباراه ضوابط يمليها كبار الفريق على بقيه التيم مع بعضهم كده، لانه اصلا ما فيش طرق مستحدثه في الكوره. التمرين في البطولات اللي زي كده بيبقى على انك انت تحافظ على مستواك البدني، طبعا عارف ان حضراتكم عارفين بقول للجمهور يعني مستواك البدني، واذا كان في كام شوطه على لعبتين ثوابت على مش عارف ايه، وهذا وبالله التوفيق. وبالتالي دي ماتشات لعيبه، ماتشات بتاعت تطلع كل المخزون اللي عندك. طبعا راجل في نظرك هو الكوتش وكل حاجه، يا جماعه احنا مش بنسخر من راجل، احنا بنتكلم عن ديفوهات وده حقنا. الراجل ده بيدور على الدولار يشوف لو واحد متني مش هياخده، ودي حاجه ما تزعلش حد، فاحنا كمان بندور على شغل.
وبالتالي المفروض ببساطه شديده ان احنا ايوه عشان ما حدش يصغر الموضوع، لا احنا بنسخر حاشا بجد ولا من اللعيبه، لكن في ماتشات يا جماعه لا الفرق نفسها هي اللي بتعمل، وشوف اللعيب لما بيروح للناس يعمل لهم كده ساعتها ما بيقول لهمش عشان الراجل قال لي، بيقول لهم عشانكم وعشان انا منكم حاجات كده، ده في الانديه، فما بالك بالمنتخبات. تشكيله كابتن، واتمنى ان احنا لو قدرنا نتكلم عنه لسه هنتكلم على التشكيل بعد الفصل. التشكيل هيبين حاجات كتير قوي هتطمن المصريين على التيم ده من وجهه طيب نظري. هنكمل يعني كلامنا ونتكلم عن التشكيل ونتكلم عن كل هذه الامور لكن بعد هذا الفصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. طيب هل نتوقع تغيرا في تشكيل منتخب مصر امام منتخب غانا؟ نتمنى نتمنى يعني التوقع برضو الراجل من الناس اللي برضو ما بيتغيرش، يعني في حاجات معينه حاططها كده في دماغه وثقه في بعض اللاعبين فممكن ايه يعني يحتفظ بيهم، انما لو هنتكلم على الامنيات هيبقى لازم يبقى في بعض التغييرات. انا بالنسبه لي اولها طبعا في الاثنين المساكين يبقى عبد المنعم وياسر. عبد المنعم وياسر وياسر مش علي جبر؟ لا انا مش علي جبر يعني ياسر. يعني لو طب لو مش ياسر يبقى مين؟ علي ولا حجازي ولا سامي ولا احمد سامي؟ بس احمد سامي كان بره خالص الماتش اللي فات فماشي. هو على حسب الجاهزيه، مش عارف الجاهزيه، ما لازم برضو تبقى مرتبطه بالجاهزيه. أوكي. يعني ممكن يبقى احمد سامي بعيد علي هو جبر. خلاص هو واضح ان رقم واحد واثنين احمد حجازي ومنعم، علي جبر الثالث بتاعهم بالظبط، احمد سامي احمد سامي رقم اربعه، ياسر رقم خمسه. هو ده اللي اتحط، هو ده اللي اتحط يا كابتن. ما النهارده ياسر كان مستبعد جه لان اسامه جلال مستبعد، فهو واضح والاثنين اللي كانوا بره من المساكين. طيب يبقى قول لنا تشكيل. طيب معلش عشان نبقى خلينا نقول التشكيل من وجهه نظرك، عشان انا برضو عايز اتكلم على التحكيم المصري الحقيقه، لانه التحكيم المصري حقهم النهارده ياخدوا مننا، مش النهارده بس، خلال هذه البطوله. اتفضل يا كابتن. انا بقول طبعا شناوي محمد، قول اللي انت عايزه يعني في الاخر. شناوي طبعا، منعم وياسر ابراهيم، محمد حمدي، وممكن يلعب عمر كمال ناحيه اليمين. نص الملعب هو دايما اللي فيه المشكله، انا في رايي يرجع بقى مروان عطيه لعبه ديفندر صريح، ويلعب الاثنين قدامه حمدي فتحي وامام عاشور. تمام. صلاح يرجع في مكانه الطبيعي المعتاد مع مصطفى محمد مع تريزيجي. صبري بشوف الشناوي طبعا، ياسر ابراهيم جنب عبد المنعم برضو. انا مش يعني مش شايف غيره يقدر يلعب مع منتخبات افريقيا. دي المستويات العاليه الحقيقه، لانه لسه جاي من مستوى عالي. هو المدافع الوحيد في قائمه المدافعين الاجريسيف. اوكي. وعنده التحامات قويه، وعنده سرعات كويسه عن كل المدافعين اللي موجودين، وعنده تجانس مع عبد المنعم. وعنده تجانس طبعا مع عبد المنعم، ودي قصه تانية اصلا، قصه التجانس بين اللعيبه وبعضها دي يعني ممكن. خلي بالك وراهم الشناوي وعلى منهم لو محمد هاني، فهتبقى الامور قريبه، خصوصا ان محمد قدوس احد اهم واخطر لاعبين في غانا بيلعب ناحيه اليمين. صحيح. بالتالي هيبقى عندك مشكله كبيره جدا طبعا. يعني لو لعب، بس هو لعب نص ساعه الماتش اللي فات يعني، بس ممكن حمين. ممكن برضه ما تكونش عالواقف بيني وبينك يعني. اتفضل. محمد هاني يمين، بشوف ان فتوح لازم ياخد فرصه ناحيه الشمال الحقيقه. الثلاثه اللي في خط النص طبعا مروان عطيه لاسباب كتير، ممكن النني يلعب 8 جنب مروان، والناحيه الثانيه يكون امام عاشور. انا بشوف ان التركيبه دي قدام غانا ممكن تبقى كويسه. صلاح في مكانه الطبيعي كجناح يمين، تريزيجيه ناحيه شمال، ومصطفى محمد قدام. ايمن الشناوي، فتوح، ومنعم، وياسر، وعمر كمال، مروان، حمدي، امام، تريزيجيه، مصطفى، صلاح. لو في حد ممكن يخش على التشكيله دي يعني لو هيلعب تاني زيزو، يعني لو هيلعب زيزو مكان امام دي برضو اللي ممكن تبقى مقبوله لو بيرجع بالطريقه اللي هي بتاعه الثمانيه، ولكن اعتقد ان هي دي ان امام يبقى موجود مع مروان وحمدي. ده انا بشوف ان هي لو ده الافضل، لو هيلعب ثمانيتين يعني مش اتنين ديفندر، ثمانيتين مش اتنين ست، مش اتنين سته وسته يعني. انا رايي يلعب بامام وزيزو. صعب قوي وراهم مروان. لا لا صعب قوي يعني، هنفتح جامد، بس قصدي ان فكره ان حمدي بيعمل الحته بتاعت الزياده وبيرجع يغطي وامام بيكمل الزياده، فيبقى في عندك التجانس. تشكيل الحقيقه انت مبدئيا، انا لو رايح انا هقول التشكيل باعتبار انا الكوتش. انا لو رايح العب فرقه زي غانا تحمل يعني ما هو يعني ثقل فني، حتى لو ما عندهاش سوبر نجوم، انا معاك 100%. انا لازم يبقى عندي تركه، انا العب بالشناوي والعب بياسر وعبد المنعم والعب بعمر وفتوح. تمام.
لانه لازم اعمل تركه ان انا جاي لك النهارده بلاك ستارز. انا لو كان فتوح كلكم يعني حاطين فتوح فتوح بعيد قوي عن المباراه الفتره الاخرانيه في الجو ده وفي القصه. بس خلي بالك عنده لانه هو كمان فتوح عنده خاصيه كذا مره تحصل صح. بيلعب وكانه ما حصلش يا سيدي ابدا بيه وبعدين لو تعب طلع. خلي بالك عنده حلول فرديه ربنا رزقك بخمس تغييرات وهي لعبه كده يرحل لك الجيم هتستفيد محمد حمدي في نص الملعب كويس الماتش اللي التكمل باستثناء بعض التغطيات محمد حمدي كان كويس باستثناء بعض التغطيات لكن فتوح عشان وحش مهاريا يقدر يخلص لك الماتش انا بدأتها بتركة لانه كمان انت بتلعب فرقه لو ازمتها معاها في ترقيصه بس حاجات ايجابيه بقى في حاجه هيتظبط وهيعمل ماما تمام الرباعي اللي ورا تمام نص الملعب مروان وراجل يلعب قدام ياسر ومنعم لا حركه ولا حراك ومعاه امام وزيزو من الاخر فكرتك كهربا وطبعا لا انا اسف كهربا يبقى قصدي القوات العامه كهربا ومرموش لكن الثلاثه المهاجمين مصطفى وتريزيجيه وصلاح مرموش وكهربا تقريبا اول اثنين لازم يلعبوا في اي توقيت في اي توقيت وفي اي نتيجه طبعا طبعا لانك انت محتاج تيم زي ده طبعا والله مش على قدر ايه اللي حصل على قدر انك توري له المنتج هو واللي جاي لك بعده مهم جدا 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 زي ما هذا البرنامج كان دائم الانتقاد عندما يخطئ الحكام زي ما كنا دائمين الكلام بشكل جيد على الحكام لما بيبقوا كويسين لازم نقول أن التحكيم المصري يا كابتن حشيش يا أستاذ عصام يا أستاذ صبري يا أستاذ أيمن عاملين حاجة رائعة طبعا البداية كانت في مباراة الافتتاح وهذه المباراة التي أديرت على أعلى 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 مستوى بدون أخطاء يمكن النهاردة الحقيقة محمود عاشور والبنا في مباراة المباراة الثانية أعتقد السنغال وغينيا الاثنين عملوا طرد 100% الحكم ما كانش واخد كاميرون وغينيا كاميرون وغينيا أنا آسف كانت والاثنين الحقيقة يستحقوا الإشادة ويستحقوا على الرغم من احنا ننتقد في بعض الأوقات ولكن التحكيم المصري الآن لا كانت حاجة مشرفة في افضل صوره طب ما يعملوا كده هناك واحنا ما بننتقدش يا كابتن انت كل شويه تقول لنا انت رغم ان ننتقد واحنا بننتقد من غلبنا طب ما يعملوا كده هناك واحنا كل يوم عندك حق بس انا بقول احنا بنتكلم كل يوم نيجي نسقف ايه صحيح احنا عايزين نسقف دلوقتي بس الحقيقه حاجه مشرفه جدا طبعا اداء رائع امين عمر في اول مباراه ومباراه الافتتاح برضو كلهم عليه ضغوط لانه بيلعب مباراه طرف فيها صاحب الارض والجمهور صحيح. وفي البدايه فبرضه ممكن الناس تقول ايه ده هيجامل لاصحاب الارض لا هيجي مش لا انما هو كان متوازن كمان الستايل جسم حكم مع الاثنين المساعدين مع الناس بصراحه شكل ما فيش انا بعتبر ان فيش غلطه وكانت مباراه فيها حاجات برضه صعبه طبعا يعني في مباراه ماشيه سهله ان دي كانت فيها برضه بعض الحاجات الصعبه ان هو كانت قراراته ان تايم زي ما بيقول او ان تايم وكان حازم في بعض القرارات الحقيقه هايل يعني طبعا عملوا مباراه كبيره امين عمر الحقيقه يعني ستايل فعلا زي ما الكابتن كان بيقول ستايل كويس قوي ولياقه بدنيه عاليه قريب من كل كوره طام كله الحقيقه عملوا مباراه الافتتاح على اعلى مستوى كانوا واجهه مشرفه جدا للكره المصريه زي ما حضرتك قلت يا استاذ عصام نتمنى نشوف نفس المستوى ده دايما طبعا سواء بره او جوه ما يبقاش عشان احنا في محفل دولي فظاهرين باحسن صوره ونيجي هنا يبقى فيه شويه تراخي لا يعني في الاخر اقول لك سمعه التحكيم مهمه بره ومهمه هنا فبس يعني نقدر نقول ان هم عملوا اللي هيساعد في كده الناس اللي بتدي قرارات صحيح كده ما هو هناك احد زملائنا سال كابتن امين عمر بعد المباراه ايه المستوى ده وايه الحلاوه دي يعني وبتاع ليه ده ما بنشوفوش انا قال له وفروا لنا الجو اللي هنا ده هناك واحنا نبقى لهم الرطوبه في ايمن طبش جيب لهم الرطوبه يعني فيش اعتراضات على التحكيم بالفجاه اقول لك انا مش هيجينا الاستاذ عصام الاعتراضات موجوده يا كابتن انا اقصد اعتراضات بس هنا لو خد قرار ماشي بعد المباراه اتفضل هي في الاخر نتمنى لهم طبعا التوفيق طبعاً. وان هم يستمروا على هذا المستوى لاخر البطوله ودي خبرات ليهم وان قلنا قبل كده انا جميل ان التحكيم المصري عندنا تقريبا 7 حكام موجودين او 9 يعني يا 7 يا 9 7 بس نتمنى ما نشوفهمش في النهائي يعني اكيد نتمنى ما نشوفهمش في النهائي ان شاء الله عشان نشوف منتخب مصر نشوفهم في الثالث والرابع نشوفهم في الثالث والرابع وان ده ينعكس ان هم هنا يبقوا افضل ونشوفهم بقى في المحافل الدوليه بشكل اكبر استاذ عصام شوف يا كابتن طالما
قول اللي عندك يا استاذ اسامه. اللجنه الاسرار ما هي الاسرار. الاسرار بقيه الرد الدبلوماسي الجميل ده ها انه لما يتقال لك يا عم ما تغرقناش، يا عم ما مش عايزين صداع، يا عم ما توجعش قلبنا، او تقول لهم انا يعني اهلكتش يعني سباب وكذا، فيقول لك اذهب وقاتل مع نفسك. هناك ما فيش حاجه اسمها كده، هناك المراقب ينتظر الطاقم علشان ينقل لرئيس اللجنه اللي معاه على الهواء مباشره، مش عشان بطوله مجمعه، في كل المباريات اللي بيديرها الكاف على طول ينقله من اخطا لغايه اما الورق والميل يروح. قال لك ده سبب سعادتنا. ولا امين اصلا يا جماعه عشان تبقوا عارفين، امين عمر تم اختياره من الفيفا بمعرفه الكاف، لم يطرح الاسم هنا فطلب. ده من ضمن 18 حكم وقعوا عقود احتراف زي اوروبا. صحيح. وبالتالي الباقيين كل شهر بالظبط الباقيين على قد يتدرب وياكل وهيجي له وهيدفع فلوس دكتور مع فيتوريا ومش هياخد ماتش مش هياخد ماتش الا ما يقول للكاف الاول. وما ينفعش اتحاد الكره بتاعنا ده والكابتن فاروق ولا غيره يقول له العب بكره، لا ما ينفعش. الباقيين بقى لو خدوا منه ده واستلموها كل اسبوع هنسقف زي ما الكابتن اسلام، لانهم يستحقوا الحقيقه. هو ده اللي عايزينه. قطع لسان اللي يقول عليهم حاجه اعوذ بالله في النوايا، لكن في الفنيات هنحاول نحميكم بس انتوا كمان كملوا. بس هنحاول نحميكم بس انتوا كمان كملوا، هذه الكلمه الاهم الحقيقه في كلامنا الرائع عن التحكيم المصري وعن اللي بنشوفه. بكره محمد عادل هيحكم ديانج وبيرسي تاوي. فهتبقى ايه يعني ديانج وبيرسي تاوي يبقوا باصين لبعض كده ويقول لك احنا قاعدين عندنا ماتش، هيحسوا بغربه طبعا. عندنا ماتش في استاد القاهره، مش هيحسوا بغربه. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق ايا من هم اللي هم يكسبوا، ولكن انا شخصيا اتمنى الكابتن محمد عادل في هذه المباراه ان يكمل الحقيقه مسيره التحكيم المصري او المسيره المشرفه حتى صحيح. هذه اللحظه للتحكيم المصري، وانا متاكد ان كابتن محمد عادل واحد من الحكام الرائعين الجيدين اللي بنتمنى له يا رب كل التوفيق في ادارته لمباراه كبيره جدا بحجم مباراه منتخب جنوب افريقيا ومنتخب مالي، زي ما كابتن امين عمر عمل وزي ما النهارده كابتن محمود عاشور وكابتن محمود البنا عملوها. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق، كما نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني مهما كانت الانتقادات من المجموعه اللي قاعده وانا منهم طبعا. خلوني اقول لحضراتكم ان في النهايه كل هؤلاء قلبهم بيوجعهم، قلبهم وهم قاعدين يتفرجوا على الماتش يوم الخميس القادم هيبقى كل واحد فيهم بيضرب في الحيطه عشان عايز يكسب المباراه اللي جايه، لانه المباراه القادمه بالنسبه لنا كلنا هي مباراه الاهم في تاريخ هذا الجيل. يعني لو انا واحد من اللاعبين اللي بيلعبوا في هذا الجيل، المباراه دي بالنسبه لي هتبقى هي الاهم في هذا الجيل. فنتمنى يا رب كل التوفيق لمنتخبنا الوطني، كلنا في ظهركم، كلنا في ظهر الجهاز الفني، انتقادات بنقولها ولكن في النهايه كلنا دعم ومسانده لمنتخبنا الوطني حتى يستطيع اسعاد 120 مليون مصري. انا بشكرك كابتن حشيش على وجودك النهارده، شكرا جزيلا. شكرا لصابري على وجودك النهارده، شكرا استاذ عصام على وجودك النهارده، شكرا كابتن اسلام. وده امنيه للشعب ان هم فعلا ينقلوا النقله دي، بيثق فيهم وبيحبوهم وهم اكيد متاكدين يا رب. وكل ده هيصل للاعبين وهيصل للجهاز الفني، دايما في ظهركم ودايما دعم ومسانده من 120 مليون مصري. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وغدا حلقه جديده من البيت الكبير.